على بركة الله يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نتكلم على التدريب اللي هو الخاص بالتسوق، وازاي احنا بنتسوق من موقع دوبلي، وازاي بيرجع لنا الكاش باك والحاجات دي كلها. واهم حاجة زي ما احنا كنا بنقول ان احنا الاساس بتاع الشغل، احنا الاساس بتاعنا بتاع الشغل. احنا دخلنا دوبلي ليه؟ دخلنا دوبلي عشان بنوفر. كلنا عجبتنا فكرة التوفير قبل فكرة الأرباح والعمولات والحاجات دي كلها. كل الناس عجبتها فكرة التوفير، وإزاي إحنا بنقدر نوفر، وإزاي إن إحنا بنقدر نشتري اللي إحنا عايزينه في أي مكان في العالم. ما أجبرتش إني أنا أشتري حاجة أنا مش عايزها، ولا سلعة مش عايزها، ولا حاجة لازم أخدها عشان أعمل مكسب، ولا حاجة أنا عارف إن سعرها ما يسويش قيمتها، لكن أنا خدتها عشان أعمل مكسب أو عشان أعمل بيزنس. لا، احنا في دوبلي عندنا الوضع. احنا النهارده بنتكلم على الاشخاص العاديين اللي ما دخلوش البيزنس، اللي عجبتهم فكره التوفير بتاع دوبلي، وبداوا ايه؟ وبداوا يشتروا ويتسوقوا ويشتروا حاجاتهم اللي هم عايزينها، ويرجع لهم كاش باك. جميل؟ جميل جدا. طيب، احنا الموقع بتاعنا اسمه ايه؟ الموقع بتاعنا اهو، خلينا الاول نطلع بره الموقع عشان الناس اللي لسه عايزه تعرف يعني ايه دوبلي. تمام؟ طلعنا بره الموقع. لما اجي بخش على جوجل على اي حاجه، بروح كاتب اسم الموقع بتاعي www.dobli.com. دي البوابه الالكترونيه بتاعتنا، وده الموقع بتاعنا اللي بيخلينا نتسوق ويرجع لنا كاش باك. بيظهر قدام الموقع، بيظهر قدام المحلات بالنسب بتاعتها. طيب، انا سواء متسوق فري او في اي بي، بخش على الموقع ازاي؟ بخش على الموقع من ساين ان، او نخليه بالعربي اوكي عشان يبقى الموضوع مفهوم لكل الناس. هنخليه بالعربي وهالموقع، لان دوبلي مسهله علينا الموضوع جدا، عامله لنا موقع ب 10 لغات: عربي، انجليزي، فرنساوي، الماني، ياباني، كل حاجه موجوده. فعشان الناس اللي هي الانجليزي بتاعها او البلاد العربيه طبعا هيتعامل بالعربي. طيب، نعمل سجل دخولك. اهو ادي الايميل بتاعي وادي الباسورد، وبعمل تسجيل الدخول. هخش على الحساب بتاعي. دي اول حاجه، يعني كل واحد لازم يحط في دماغه انه عشان يشتري حاجه لازم الاول يروح على دوبلي دوت كوم ويخش بالحساب. ما يعتمدش ان هو سجل في دوبلي دوت كوم يبقى سوق دوت كوم يعرفه. يبقى انا هروح من بره على طول على سوق، هروح هنا جاي كاتب سوق دوت كوم من غير ما اروح على دوبلي، وانا كده دخلت على سوق دوت كوم واشتريت اللي انا عايزه. وما رجعليش كاش باك. ليه بقى؟ ما هو انا دخلت، ما هو سوق عارف ان انا دخلت، في دوبلي. هو مين قال لك ان سوق يعرف انك دخلت في دوبلي؟ ما دام ما دخلتش من دوبلي الاول، يبقى ما فيش كاش باك ولا تحلم بيه. شايفين ادي الموقع اهو بتاع سوق. انا حتى هعمل لوج اوت من الحساب بتاعي عشان اكون ضامن 100% ان انا بره. تمام؟ وادي اهو هعمل ساين اوت تاني عشان لو انا حبيت اخش على سوق دلوقتي. دايما خلي اللايف ستايل بتاعك، اسلوب حياتك اليوميه، انك لما بتيجي تدور على اي حاجه بتروح على دوبلي دوت كوم، ما بتروحش تدور في جوجل، بتدور على دوبلي دوت كوم. شايفين انا قفلت اهو، وهرجع افتح تاني عشان اتاكد ان انا دخلت على الموقع بتاع دوبلي دوت كوم. ادي الموقع اهو، وهعمل ساين ان واخش بالحساب بتاعي. كده انا موجود في جوه بوابه دوبلي. دوبلي عرفت ان انا موجود معاهم. المحلات دي كلها ما دام انا هشتري من جوه دوبلي عارفين ان انا مسجل في دوبلي. لكن لو طلعت بره، رحت بره خالص وعايز اشتري واقعد ادور على الاسعار واقعد ادور معرفش ايه وارجع على دوبلي، في حاجات كتيره بتضيع في النص. فخليك خش يا سيدي في الاول دور على اللي انت عايزه جوه دوبلي. عايز تدور على سعر في نفس الموقع، روح دور عليه على لابتوب تاني، ما تعملوش على اللابتوب بتاعك عشان الكوكيز اللي بتكون متفعله والحاجات دي كلها ما تاثرش على اي عمليه كاش باك بتاعتك. جميل؟ نرجع بقى ننزل تحت، نغير اللغة، نخليها اللغة العربية. حلو، شايفين يا محلات كتير. ادي موجود المحلات ايه؟
موجود سوق دوت كوم، طيران الامارات، نمشي وجروبون ولايف ستايل والاتحاد ووجوه وبيبي شوب وماكس واو ونايكي وتجول والمسافر وليتس تانجو، حاجات كتير جدا اللي احنا كلنا عارفينها بنروح نشتريها من كل حته يا جماعه. يعني دبي مؤخرا ما شاء الله دخلت لنا مواقع عالميه موجوده في المناطق بتاعتنا، تقول لك روح اشتري، اللي مش معانا خلاص، اللي مش معانا هو الخسران. خليكم معايا يا جماعه ثانيه واحده بعد اذنكم، ثانيه واحده. معلش يا جماعه انا اسف، بس كان تليفون من المصنع عندي. اوكي، فده هنغير اللغه نخليها باللغه العربيه، وعندنا المواقع كتيره اللي احنا هنشتري منها. النهارده هنعمل عمليه شراء حقيقيه، هنشتري حاجه ولا اتنين ونشوف ازاي احنا بنعمل عمليه الشراء دي، وازاي الكاش باك ممكن بيرجع لنا فين اذا الكاش باك نزل معانا بسرعه، لان دايما الكاش باك بينزل في خلال مثلا 24 ساعه او كده. طيب احنا دوبلي مسهلة علينا الدنيا، عندنا طريقتين ان احنا ندور او على الاستورات اللي احنا عايزينها، يا اما تسوق على حسب الفئة، بدوس عليه بيطلع لي الفئات كلها اللي دوبلي موجودة تحت دوبلي، عايز ادور على اكل مأكولات ومشروبات، رحلات جوية وتذاكر، الكترونيات، اكسسوارات، كل حاجة موجودة. او لو انا عارف اسم الستور، زي مثلا الستور اسمه بيبي شوب، اروح انا ابحث باسم المتجر، اروح دايس بي اي، مجرد ما انا دوست البي على فكره بيطلع لي كل المحلات اللي بتبدا بحرف البي. اه بيبي شوب اهو 3.78 كاش باك، كل الحاجات شايفينها اللي بتبدا بحرف البي كمان والبي والاي، البي والاي. فاه لو عايز اروح عند بيبي شوب اروح دوست عليه، هيروح ما دام طلع الاسم موجود عندي في المول الاماراتي او في الموقع الاماراتي، بروح عليه دلوقتي اهو بيوديني دوبلي على البيبي شوب. ادي يظهر لي اللوجو بتاع البيبي شوب، جميل جدا، عايز اخش عليه، بروح داخل عليه واروح اتسوق واشتري اللي انا عايزه. جميل، ده اهو اذهب الى المتجر ويوريك الكاش باك، ودايما يقول لك لو في اي كوبونات بتكون موجوده ولو في اي استثناءات بتكون موجوده هنا. جميل، نرجع بقى للاول تاني نشوف احنا عايزين ايه. طب احنا كلنا بندور، كل واحد داخل بيدور على حاجه معينه. كمان في مؤخرا حاجه جديده نزلت اسمها الكوبونات، خلونا نفتح كده الكوبونات نشوف فيها ايه. الكوبونات دي كوبونات دوبلي منزلها متفقه مع المحلات، زي اهو شايفين لايف ستايل كوبون اهو قدامكم 10% خصم لما تحط الكود دوبلي 10. ادي اهو الكوبونات، ادي عندنا الكوبونات دوبلي منزله حاجه جديده، كوبونات سان اند ساند سبورت، محل سان اند ساند، ساين اب تو سان اند ساند سبورت دوت كوم نيوزليتر اند جيت 15% اوف يور فيرست بيرشيسنج. واو، يعني انت لو سجلت على سان اند ساند سبورت تروح عليه التسوق الان. تمام، لو رحنا تسوق الان على سان اند ساند وسجلت على النشره الاخباريه بتاعتهم، في اول عمليه شراء بتعملها بتاخد خصم 15%. شايفين اهو جيت 15% on your first order. We will send you a code for 15% to keep you updated with any future offer. لو عايز الكود اوكي، لو مش عايز هتقول نو ثانكس. اوكي، فكل الكوبونات، كل موقع وكل الكوبونات دي
بيكون ليها في اكسباير ديت اللي هو بيبقى تاريخ انتهاء، وكل اهو ده مثلا 31/12 ده 25 مايو، وكل كوبون نقدر نقصه من هنا قص الكوبون فرضا انا هقص الكوبون تمام. بقصه ليه؟ عشان احطه في كتاب الكوبونات بتاعتي. اصلا انا دوبني مدياني كتاب كوبونات بسجل فيه كل الكوبونات بتاعتي. فين الكتاب ده؟ بروح على لوحة التحكم كتيب كوبوناتي اهو، عشان ما بقالش كل شوية اخش ادور. الله اكبر الله اعظم الله اكبر الله اعظم. الله اكبر الله اعظم الله اكبر. تمام، دوبني مدينا ادي كوبونات اهو. عايز تعمل كتاب كوبونات اهو، السفر، مستلزمات البقالة، الازياء، الجمال، انشاء حافظة، انشاء حافظة جديدة، عرض جميع الحافظات. تمام، يبقى انا لو عندي مثلا سي انا هحط مثلا صن اند سان سبورت في الازياء، فهروح عامل ايه؟ هروح للكوبونات بتاعتي. اوكي، العودة الى الكوبونات، وهقص الكوبون مثلا بتاع صن اند سان سبورت. تمام، احنا كنا بنشوف ايه الازياء، نشوف الازياء فيها ايه. ادي الازياء، فاشونيستا فاشونيستا، اوكي، صن اند سان سبورت 50% على الهدوم بتاعه الرجال والسيدات والاطفال اب تو. ده فين؟ شايفين في السعوديه بس. طيب انا هقص الكوبون، قصيت الكوبون هروح احطه فين؟ شايفين في الازياء، واعمل حفظ. يبقى انا ده فاشون الازياء، حطيت الكوبون واعمل حفظ. نشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا حفظته، اروح على كتيب كوبوناتي واشوف اللي انا حفظته موجود ولا لا. اهو الازياء صن اند سان سبورت. ليه؟ لان ده عرض التفاصيل، بيقول لي ادي معلومات عن الاسترددات النقديه، ديلز اند كوبونز، ادي الحاجات اهو، بتخلص 50% تنتهي يوم 25. لو انا اشتركت 15% بخش هنا او بخش هنا وبشوف الكوبون ايه. فهي دوبلي سهلت علينا، عملت لي زي محفظه، محافظ متعدده، ان انا اقدر اقص الكوبون بدل ما كل شويه اخش ادور فين الكوبون بتاع الازياء وادف على كل الكوبونات، فين بتاع السفر والف، لا بروح بقصقصهم من الموقع، من موقع الكوبونات، وبحط كل كوبون في المكان بتاعه عشان لما اجي كل شويه ادور عليه في السفر اعرف اللي في حاجات السفر موجوده على طول حطيتها اخش عليها مره واحده. تمام يا جماعه، واضح كده موضوع الكوبونات؟ سهل جدا وبسيط، وكل كوبون نقدر ان احنا نستخدمه ونستخدمه ونستخدمه ويجينا عليه فلوس كتير، او على حسب كل الاتفاق ايه، سواء بيدينا تخفيض، بيدينا كاش باك زياده، بيدينا نوع معين من التخفيض، ايا كان. جميل، جميل جدا. دلوقتي بقى خلونا الناس اللي بتيجي تقول انا ما بعرفش اتسوق او ما بعرفش اشتري، هشتري ازاي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بعت لي دلوقتي سلام عليكم، الاسم مش ظاهر عندي، والموضوع ده أنا لاحظته مؤخرا، فياريت أخرج أو أخرجي من الويبينار وارجعوا تاني، لأن الاسم مش ظاهر عندي، أو تكتبوا لي أنتوا مين، لأن الموضوع ده حصل معايا مؤخرا كتير. كنت أخش على الويبينار ما بيظهرش اسمي خالص، فبطلع من الويبينار وبخش تاني عشان يبان الاسم، لأن أنا كل اللي ظاهر قدامي كلمة waiting for name. ممكن طريقة استعمال الكوبونات. ما طيب، ما بصوا يا جماعة هشرح لكم تاني، بس انا ما ينفعش يا استاذ يا جماعة لازم يبقى مدام عارفين ان في ميعاد تريننج، اهلا وسهلا بيكم تخش الناس في ميعادنا، احنا جايين نتعلم، ومعلش في ناس جاية من الاول، فما ينفعش ان احنا نقعد نضيع وقتها، صح؟ فبعد اذنكم لما يكون في تريننج سواء ليا سواء لاي حد تاني من الليدرز، يا ريت نلتزم بالميعاد، لان الليدرز اللي جاي يعمل لكم التريننج عنده وقت وعايز يفيدكم، فما ينفعش ان احنا كل شويه نعيد في الموضوع. تمام، ده بس عشان توضيح،
هشرح لكم موضوع الكوبونات تاني. اوكي، نشرح موضوع الكوبونات. الكوبونات موجوده فين؟ الكوبونات موجوده اهي الموقع بتاع دوبلي، ادي موضوع كلمه الكوبونات، بروح بخش عليها. خليكم معايا وركزوا عشان مش هشرح الكوبونات تاني، انا في كذا حاجه في جدول عايزين نخلصه قبل ميعاد المحاضره. بيطلع لي الكوبونات، لنبدا قص الكوبونات. ادي قص الكوبونات اهو، عندي كوبونات من سان سانس بورد، عندي كوبونات من لايف ستايل، عندي من نيما ماركوس، عندي حاجات كتير، وهم مقسمينها الكل، الازياء، الفنادق، السفر. تمام، عايزين تعرفوا فين الكوبونات. ما الكوبونات كلها موجوده يا جماعه، ادي الكوبونات كلها اهي، شايفين ادي كل الكوبونات قدامكم. ننزل تحت، ننزل اعرض المزيد، ادي الكوبونات اهي موجوده، ادي كل المواقع اهي، كل المواقع اللي مديه كوبونات، شايفين لغايه 82 صفحه كوبونات. ده في الامارات، كل بلد ليها الكوبونات بتاعتها، كل بلد وليها. يعني الكوبونات اللي انتم شايفينها دي، لو انا رحت مصر هلاقي كوبونات تانية، لو انا رحت امريكا هلاقي كوبونات تالتة. وخلينا نشوف، ادي الكوبونات شايفين، ده عشان الدولة ايه؟ عشان الدولة الامارات. نغير الدولة نخليها ايجيبت، نشوف في حاجة في مصر كوبونات، ان شاء الله بيكون فيه. اهو بيحمل، ندخل كوبونات، ادي بنحمل الكوبونات اللي موجوده في مصر. انا ممكن اقعد اقصقص الكوبونات اللي موجوده عندي في كل بلد، واشوف الحاجات اللي فيها ايه. انا بتفرج بشوف الكوبونات اللي موجوده في كل البلاد، والبلد اللي انا فيها بستفيد من الكوبونات بتاعتي اللي فيها ان شاء الله. اوكي، بيحمل لسه. اهو شايفين طيران الامارات 2% كاش باك زائد 2%، ده في حاجات كتير هنا. جميل، يعني ده في كوبونات بيدينا كمان 2% في اي بي. وادي اهو، ادي كوبونات لغايه امتى، ادي كوبونات بتاعت مصر طيران الامارات شايفين. نشوف في عندنا شوب بوب، في اوف فيفث لاكس اوف فيفث، وعندنا طيران الامارات، عندنا لغايه 64 صفحه. طب نشوف الصفحه رقم 3 فيها ايه. اوفر ستوك، اوفر ستوك. تمام، كل بلد وليها الكوبونات بتاعتها. طيب نرجع بقى الامارات، نشوف ايه الكوبونات اللي موجوده ونعرف بنستخدمها ازاي. والله هقول يا استاذ محمد، هقول لحضرتك رقم الكوبون بتجيبه من فين. احنا ماشيين واحده واحده، ماشيين واحده واحده، وهنشوف دلوقتي باذن الله هنجيب ازاي، هنعملها خطوه خطوه ونقول رقم الكوبون. في ارقام بتظهر قدامنا، وفي ارقام انت مجرد ما دخلت من شوب ناو هو بيديك الاوبشن دلوقتي، هنشوف دلوقتي. احنا عندنا اهو سان سانس بورد، ثانيه واحده نخليها بالعربي، وادي الكوبونات بتاعتنا. طيب انا قصيت كوبون، لا اروح اشوف كتيب كوبونات، ادينا اهو هنقص الكوبون، شايفين 50% ده احنا قصينه اهو، قصينا الكوبون وحطيناه في كتيب الكوبونات. جماعه الصوت اخباره ايه؟ تشيك سريع على الصوت، الصوت واضح ولا في حد صوت عنده ضايع؟ اوكي نانسي، المشكلة عندك. طيب اختنا نانسي، ثانية واحدة، الصوت واضح في مصر. جميل جدا يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى نبلغ اختنا نانسي ان المشكلة عندها. الصوت واضح في تونس، واضح في مصر، واضح هنا في الامارات، واضح. طيب اوكي، يبقى المشكلة عندها هي اختنا نانسي، الصوت واضح، والجزائر واضح. تمام جميل جدا.
طيب اختنا نانسي بعد اذنك يا اما اطلعي من الويبينار وارجعي تاني او اقعدي في مكان فيه شبكه. اوكي؟ طيب احنا دلوقتي ادي الكوبونات اهي موجوده عندنا زي مثلا كوبون لايف ستايل. هنقص لايف ستايل. شايفين ادي الكوبون اهو. هروح اسس الكوبون لايف ستايل. هنشوف بقى نحطه فين؟ هشوفه مثلا في الجمال. لايف ستايل في الجمال. دوست عليه. بيوتي. بعمل ايه؟ تمام؟ لان انا دلوقتي هو بيفتح لي الصفحه اوتوماتيك ان انا بختار المحفظه اللي انا بحط فيها الكوبونات. دخلت على كلمه حفظ. اتحفظ اهو علامه المقص. مش موجوده معنى كده ان الكوبون اتقص واتحفظ في المكان بتاعه. تمام؟ طيب نشوف بقى الكوبونات من فين؟ اوكي اختنا نانسي الصوت انت عندك المشكله اطلعي من الويبينار ثانيه واحده يا جماعه بعد اذنكم هي اطلعي من الويبينار وخشي تاني المشكله عندك كل الناس الصوت واضح عند كل الناس انا اسف يا جماعه معلش طيب جميل طيب هنخش بقى على الكتاب بتاع الكوبونات ادي كتيب كوبونات يا جماعه جميل هنشوف الحاجات اللي احنا قصناها وموجوده جوه اوكي لغايه لما يحمل بيحمل فوق اهو جميل هلاقي ايه؟ ادي لايف ستايل عرض التفاصيل تمام او تسوق الان وادي سان انسان لما اشوف عرض التفاصيل يقول لي ادي الديلز والكوبونز جميل ادي الديلز والكوبونز تسوق الان لو انا استخدمت الكود ساعات بيبقى مكتوب الكود دوبلي 10 هاخد 10% تسوق الان او تسوق الان لو انا دخلت على لايف ستايل اوكي حلو هروح مثلا هشتري اي حاجه هشتري اي حاجه ادي ميك اب اي حاجه هنشوف احنا كاننا بنعمل عمليه شراء تمام كام دي حاجه هنا بكام ب 166 درهم طب خلينا نشوف 166 درهم اوكي هنضيفها مثلا للباسكت ان ستوك حاجه واحده جميل اد تو لو انا قلت مثلا باي ناو باي ناو يور ايميل اوكي لان انا عندي حساب على لايف ستايل اوكي واحط الباسورد بتاعتي واعمل ساين ان كده انا دخلت اوكي تشوف بقى بملى البيانات الحاجات دي كلها بملى ازاي كل الحاجات دي لو انا هدفع بالكريدت هدفع بالحاجات دي كل ازاي لو زي مثلا هدفع بالباي بال هدفع كاش اون ديليفري كل الحاجات دي كلها ومكاني اهو طب لو انا هدفع زي مثلا ب او كاش اون ديليفري مثلا الاول خلينا كليك اند كولكت اوكي انا هختار باي بال مثلا اوكي جيت برومو كود يوز ات هير شايفين انت عندك بروموشن هو السعر كام السعر كله لو باي بال اللي هو عشان بالدولار لو انا هعمل مثلا هختار الكريدت كارد بتاعي مثلا بيبقى 166 درهم لو انا الكود هحط فين الكود اللي هو كان ايه اللي هو كان دوبلي 10 تمام الكود اللي هو كان كام
دوبلي 10 ابلاي. شايفين اداني ديسكاونت من 166 نزل لي 16 درهم، نزل لي بقى 149. تمام. اي كود لو رحنا ندور على حاجة تانية، يبقى ده الكود كان ظاهر قدامي ومعروف. كل المواقع يا جماعة لما بيكون فيها كود بيقول لك الكود ايه لما بتيجي تستخدمه. طيب نروح عند موقع تاني، لو نشوف Sun & Sun Sport اهو كتيب كوبوناتي، عرض التفاصيل، ديلز اند كوبونز، باخد up to 50%. طيب هو كاتب اي كود ولا اي حاجة هنا؟ شايفين تسوق الان، لو انا بستخدم اهو ادي ويوز كود، هاخد 15% ديسكاونت. بروح بفتح اللي هو التفاصيل، بروح عند ديلز واند كوبونز، بفتح اشوف كل حاجه الكوبون بتاعها ايه. هنا عشان بشترك في النشره الاخباريه بتاعت Sun & Sun Sport هاخد 15% على اول عمليه شراء. فين الكود؟ اهو يوز كود ويلكم 15. باجي لما باجي بدفع بحط الكود ويلكم 15، هيديني خصم 15%. لا الكوبون يا جماعه غير الكاش باك، ده الكوبون ده حاجه زياده، حاجه زياده. يعني انت لما هتاخدي سماح انت هتروحي تستخدمي الكوبون جوه، وبعد كده المبلغ اللي انت هتدفعيه بعد الكوبون هو اللي هتاخدي عليه الكاش باك. يعني عندك توفير مضاعف. الكوبون الاول بتعملي له استرداد، بينزل لك قيمه او السعر اللي انت هتشتريه، وبعد كده بتيجي تدفعي وتاخدي المبلغ النهائي اللي انت هتدفعي عليه، بتاخدي عليه كاش باك. اوكي، تحت امرك يا سماح، الله يسلمك، الف تحت امرك استاذ محمد، ربنا يكرمك. اختنا هيفا، ممكن مثال على الطيران؟ نشوف في كوبونات على الطيران ولا لا؟ خلينا نشوف. حاضر اختنا هيفا بتسال مثال على الطيران، في كوبونات على الطيران يا جماعه؟ نشوف. اذا ما فيش كوبونات على الطيران خلاص، ولا انت عايزه كمان حجز الطيران؟ انا بس لو انا عايزين تشوفوا حجز الطيران اعمله لكم، بس انا عايز اعمل عمليه شراء كامله دلوقتي من موقع او من موقعين، هوريكم بنعمل ايه بالظبط وفين بنعمل كل حاجه والكاش باك بينزل فين والحاجات دي. نشوف طيران السفر، نشوف ادي السفر موجود في الكوبون يا جماعه، كود دوبلي موجود فين؟ لا المحاضره مش مسجله حماده، هتسمعوها تاني، انا كل اسبوع بعمل محاضره، النهارده بقى انا ما سجلتش المحاضره، تمام؟ عشان يبقى عندنا التزام ان الناس تيجي تحضر وتتعلم، وبعد كده ان شاء الله هنسجلها، وهيبقى في محاضرات كتيره نازله وكل حاجه، بس احنا عايزين الناس تيجي تحضر وتستفيد. استفيدوا من الاسئله اللي بتتسال دلوقتي، مش مجرد ان بقى يلا لينك جه وقت ما اكون فاضي اشوفه. احنا داخلين بيزنس بنتعلم فيه الشغل ايه، فلازم نفضي نفسنا، لان ده تدريب مش كل يوم، فلازم نتعلم صح. فالنهارده المحاضره انا اسف مش مسجله، المرات الجايه ان شاء الله كل مره هنكمل الموضوع. اوكي السفر، شايفين يا جماعه ادي مثلا وان ترافل، حاجات السفر. مدام بالنسبه لاختنا هيفا تقريبا الاسئله، الاسئله يا جماعه ما احنا قايلين اللي في الجزء بتاع الكوبونات ماشي اوكي، الحاجات اللي هو جزء الكوبونات انا معاكم، لكن مش في جزء تاني، الجزء الثاني لما بنخلص ان شاء الله. وان ترافل، طب وان ترافل بيقول لي ايه؟ تشيب فلايتس بوك اند سيف 30 دولار ويز بورمو. شايفين نروح كوبونز اند ديلز، بورمو كود يو اس اي هوتيل، لو انا هحجز فنادق، بوك يور فلايت ات توب ديستنيشن اون ذيس سبيشال بورمو، جيت اب تو 40 دولار ويز بورمو كود توب 40. طيب توب 40 شايفين، هنحط الكود، وادي اهو الكود موجود. لا بصوا يا جماعه استاذ سعيد انا شرحت ازاي بتستخدم الكوبون وتجيبه من فين،
معلش يا جماعة، أنا شرحت الموضوع ده، أنا شرحت الكوبونات بنجيبها من فين، وأهو أنا بوريكم هتستخدموه إزاي. لا معلش، مع الأسئلة بقى بتاعة الكاش باك بيظهر إمتى والحاجات دي مش دلوقتي، أنا هجاوب في النهاية. خلينا نخلص إحنا بنعمل إيه. الكوبونات، بخش على كلمة كوبونات يا أستاذ سعيد، بنخش على أهو الكوبونات بتظهر قدامنا، السفر بخش عليه أهو، أدي عندي كوبونات، بعرض التفاصيل بخش عليه، بشوف تفاصيل الكوبونات أهي مكتوبة قدامي، صفقات وكوبونات. لو أنا هحجز تذكرة طيران هنا هحجز حجز فنادق، أوكي، حجز فنادق، هنا حجز تذاكر طيران، الكود بتاعي اللي هو توب 40 أهو، ويز برومو كود توب 40. جماعة لازم نقرأ، لازم نعرف الموقع فيه إيه، لازم نعرف الموقع فيه ايه. كم واحد فيكم لما بيكون قاعد فاضي بيخش على الموقع ويقعد يدور في الكوبونات وفي الحاجات الجديدة؟ كم واحد اللي بيعمل كده؟ لو سمحتوا يبعت لي رقم واحد بأمانة. اللي بيعمل كده لما بيكون فاضي يخش على الموقع وبيتعلم ويقعد يدور ويبحبش كده ويشوف كل حاجة، ابعت لي بالأمانة، يعني احنا مش في امتحان. ما شاء الله، اتنين، انت بايت في الموقع، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لما انت كلها ماشي، ستة سبعة تمانية، تمانية، تمانية من، لا لو انت حضرتك اخت هدى انت في مصر في حاجات افتح الفي بي ان عشان يطلعك تخش الحاجات فيها، في مواقع مش بتفتح في مصر، فاشتغلي بالفي بي ان، لو موقع ما فتحش اشتغلي بهوت سبوت شيلد ولا اي حاجه واطلعوا بره. احنا عندنا المواقع كلها بتفتح، عندكم في مصر نعمل ايه بس؟ الله يعين. يعني احنا نقدر نقول ان حوالي من اللي حاضرين النهارده معايا في حوالي 50 شخص حاضرين، 10 هم اللي بيدوروا في الموقع والباقيين ما بيدوروش، وده مش مظبوط يا جماعه، ده مش صح. طول ما انت عندك وقت فاضي خش، يعني احنا بنتكلم 20% من الناس عندها التزام وعايزه تعمل شغل، وبقيه الناس معتمده ان حد هيجي يقول لكم تعملوا ايه او هتساله. طب ما انت هتسال ايه على حاجه انت مش عارفها؟ مش لازم تجرب، مش لازم تشوف، مش لازم تخش تدور بنفسك عشان اللي انت مش عارفه تخش عليه. انتوا داخلين بيزنس وعايزين كلكم توصلوا لرتب وارقام وفلوس كتير، هتعرفوها ازاي من غير ما يكون عندك معلومات كافية عن المنتج او عن الخدمة اللي احنا بنقدمها؟ مع احترامي لكل الناس، لكل الناس، لكل الناس، تمام، اللي ما بيعرفش في دوبلي.com مش ناجح في الشغل. ان شاء الله لو بيكون بيدخل مليون درهم في الشهر، انا اسف ان انا بقول كده تمام، بس دي حقيقه. اللي ما بيعرفش في دوبلي.com وما بيعرفش يتسوق وما بيدورش على الابديتس وما بيتعلمش عشان يعلم فريقه مش ناجح في الشغل، لان ده مش مظبوط. شوفوا اكبر ليدرز عندنا في دوبلي، في بي خالد، في بي محمد، في بي حمدان، شيف احمد عماد، كل الناس دي محترفين شوبينج، محترفين واعلى ايرنر وتوب ايرنر. طب ما نعمل زيهم، ليد باي اكزامبل، يعني الناس تساله على اي حاجه على طول تك تك تك. في اخر صامت في بي خالد واخد جايزه احسن بيست شوبر، بيست شوبر متكرم. انتوا داخلين بيزنس عايزين تنجحوا وتعملوا فلوس وتعملوا فريق كبير وتعملوا وتعملوا وانتوا مش عارفين الاساسيات، غلط مليون في المية. ويك اب، شفتوا الفيديو اللي كان قبل كده؟ اصحوا اتعلموا عشان الناس تصدقكم وعشان الناس تخش معاكم وعشان الناس تعرف القيمة اللي انتوا بتقدموها. وعشان كده احنا بنعمل التدريبات دي عشان تتعلموا كويس وتعلموا فرقكم وتعلموا متسوقينكم، وكل واحد فيكم لازم يعمل كده لفريقه.
ولازم يعمل كده للمتسوقين بتوعه ويعلمهم يتسوقوا ازاي، مش مجرد سجلته فري ولا في اي بي يلا روح دور بنفسك، علمه يا اخي. ما هو الراجل ده بروسبكت محتمل انه يخش معاك كتيم ممبر لما الموضوع يعجبه، ما ممكن يخش معاك بي بي اي. ما يمكن الشخص اللي دخل معاك فري عشان يجرب هو اللي ينقلك يخليك اس في بي. معلش اللي مش ناجح وما بيعرفش يتسوق من دوبلي دوت كوم وما بيعرفش يدور مش ناجح. فاحنا هنا عايزين ننجح وعايزين نتعلم، وعشان كده احنا بنعمل التدريبات. لو سمحتوا يا جماعه لو سمحتوا تلتزموا بحضور التدريبات بغض النظر عن مين بيعمل التدريب، خشوا احضروا التدريبات وخلوا فرقكم تخش تحضر، ما تعتمدوش انكم تبعتوا لهم بس فيديوهات، خلوا الناس يبقى عندها التزام. احنا في بيزنس بيكبر وبنكبر كل يوم دوبلي بتكبر، فلو ما فيش التزام ان احنا عايزين ننجح يبقى بلاش منه خالص يعني. طيب نرجع اهو، ادينا بنتعلم ازاي الكوبون، شايفين ادي توب 40 من موقع اللي هو ايه وان ترافل. طب احنا نروح نعمل تسوق الان، هيدخلنا على موقع توب اللي هو وان ترافل، هنشوف لو احنا حبينا نحجز فلايت. جميل جميل، ادي اهو الموقع ديستنيشن، هنروح احنا على الفلايت يا جماعه بتذاكر الطيران راوند تريب فروم ابو ظبي. يلا ابو ظبي، ادي تذاكر اهو اختنا هيفاء، ابو ظبي انترناشونال ريبورت تو كايرو القاهره. كايرو الديبارشر امتى؟ يوم 16/5، الريتيرن يوم 24/5. اوكي وان ترافل الكلاس، اوكي كوتش، كوتش اللي هي ارخص حاجه، سيرش ناو. شايفين ادي كمان في كوبون جوه، ده انا ما خدتش بالي منه، هنشوف دلوقتي يطلعني انا هشوف ايه. ادي اسعار التذاكر، بغض النظر السعر رخيص ولا غالي احنا دلوقتي بنشوف ازاي نستخدم الكوبونات. انا عايز ايه؟ شايفين كمان شايفين اب تيك اب تو $50 اوف. يا ده احنا النهارده عندنا كوبونات، الموقع نفسه غير الكوبون بتاع دوبلي، الموقع نفسه عنده كوبون جوه، هنشوف بقى انهي كوبون احسن. تمام احفظوا، خلينا نكتب عندنا توب 40، توب 40، وعندنا واحد كمان ال سي 50. ما شاء الله ده تخفيضات النهارده للصبح. طيب انا عايز التذكره ما فيهاش ترانزيت، عايز نون ستوب، هروح معلم على نون ستوب هنا. اوكي طلع لي التذكره $303، فاضل بس 2 تيكت. جميل، طب نروح نحجز سيلكت نشوف. اه جميل جميل جميل، المفروض فيرست نيم ميدل نيم باسبورد ديتيلز الحاجات دي كلها والارقام. واو ده عمليه شراء متكامله يعني. تمام وكل حاجه، شايفين بورمو كود. السعر كام؟ السعر 303. طب توتال ديسكاونت، التوتال ديسكاونت ده خلينا بقى نشوف البرومو كود. اي هاف ا بروموشن كود، ده هو الموقع مديني اصلا ديسكاونت. اوكي انا عندي بروموشن كود، هنشوف البرمو، عندنا اتنين بروموشن كود يا جماعه. تمام خلينا نشوف، استنوا بس ايه نشوف ايه الحاجات اللي خدنا فيها ديسكاونت. السعر اصلا كان 303 نزل ما شاء الله يعني، هلا هو 303. نشوف في اي حاجه هنا. اوكي اوكي تمام، اه ده انا لو عايز كمان اد فليكسيبل، فليكسيبل تيكت ان انا اغير وكده. اه تمام مفيش مشكله. طيب بروموشن كود عندنا ايه؟ توب 40، بصوا على السعر، السعر كان 303. اوكي طيب فور توب 40 ابلاي، انزل انت تحت دلوقتي ابلاي، شايفين نزل ل 293، كان 303 عشان انا حطيت توب 40 نزل كمان ل 293. طب نشيله تمام 293، في موقع في كمان واحد تاني جوه. طب استنوا بقى ايه نشوف اللي هو البروموشن بتاع الموقع نفسه مش بتاع دوبلي، اللي هو ال سي
50. ده النهاردة عيد. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. Congratulation. آه لا ما هو خد واحد. This Bermuda has been accepted. يبقى هو ال LC50 أو top 40 دوني نفس الحكاية. 293. أوكي؟ وضحت كده جماعة. طبعا أنا بملى البيانات بتاعتي والحاجات دي كلها. وضحت كده بستخدم فين في تذاكر الطيران؟ الناس اللي كانت بتسأل أختنا هيفاء. وضحت كده معاكي موضوع البروموشنز أو الكوبونات، كل الناس معاكم. وضحت بستخدم الكوبونات فين؟ تذاكر الطيران. وبكمل بقى إجراءاتي عادي، بكمل الحجز بتاعي الكونتري، كل البيانات بتاعتي بملاها عادي وبدفع بعمل الحجز. فدايما دوروا على الحاجة اللي هو بيقول لك البورمو كود كونجراتيوليشن، معرفش البورمو كود، الحاجات دي كلها. تمام كده يا جماعة؟ مروة أنا آسف، أنا آسف. لا ما لا أنا اللي استخدمته بتاع وان ترافل كان اداني نفس النتيجة بتاع دوبلي، فواضح إن هو واحد فيهم خلاص اللي اشتغل يعني. ما تقريبا انت ما ينفعش انك بتستخدم اتنين كوبون، هو ده طبيعي انك ما ينفعش تستخدم اتنين بروموشن يعني استاذ محمد. لكن هو اداني كده اللي اقصى حاجة نقدر ناخدها. اوكي يا جماعة؟ طيب على بركة الله. طيب كده عرفنا مواضيع حجز. شايفين كله انا من دوبلي، انا كله من دوبلي. عرفنا لايف ستايل، عرفنا وان ترافل، افضل الكوبونات، كل حاجة. كل حاجة احنا بنخش على دوبلي. انا اول حاجة بعملها كل يوم، سواء في شغلي سواء في بيتي في اي حاجة، اول ما بفتح الكمبيوتر بتاعي بروح فاتح دوبلي.com واخليه مفتوح. بس حبيت اشتري حاجة، حبيت ادور على حاجة، جالي اي معلومة، واحد سألني على حاجة، عايز اشوف الكاش باك بتاعي نزل ولا لا، كل الحاجات دي كلها بعملها، بفتح الموقع واسيبه مفتوح. جميل؟ طيب عرفنا الكوبونات، عرفنا كل حاجة. اعتقد موضوع الكوبون بقى سهل دلوقتي، والموضوع واضح وصريح وجميل وبسيط وبيوفر لنا كتير. في اي حاجة على الكوبونات؟ طيب ما في اي حاجة. طيب اوكي، خلونا بقى نخش نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل عملية شراء. اوكي؟ خلونا احنا النهاردة هنمشي كده مع بعض لغاية لما الوقت نشوف الوقت ماشي معانا ازاي. اوكي؟ هنعمل انا النهاردة هروح عايز اشتري حاجة بقى ايه؟ موقع اسمه جروبون، عارف انه بينزل اوفرات حلوة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين اولا، وربنا يبلغنا رمضان وتتعاد عليكم الايام الكريمة دي بالصحة والخير. يا رب كلنا متجمعين في الخير، وكلنا بإذن الله مع دوبلي ومع فرقنا الجميلة في أعلى الرنكات والمراتب بإذن الله. في كوبون منزلاه دوبلي، وكان في كوبون الموقع نفسه منزله. اللي أنا استخدمته الكوبون بتاع دوبلي، ودخلت جوه لقيت الموقع عامل كوبون كمان، بس ما ينفعش استخدم كوبونين، بستخدم كوبون واحد، فاستخدمت بتاع دوبلي. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. طيب انا عارف بقى ايه؟ ان الموقع موقع جروبون ده فيه دايما بيدي نزلنا عروض كويسه، وجروبون ده جماعه من احسن وارخص المواقع بصراحه في الامارات او في الاماكن اللي شغال فيها، سعره خرافي. فالنهارده دلوقتي هنعمل عمليه حجز وشراء كامله من جروبون عشان تعرفوا احنا بنشتري ازاي. اوكي؟ أنا دلوقتي هروح على موقع جروبون. بيديني كام؟ 11.2% كاش باك زائد 2% في أي بي. هخش جوه على جروبون أعرف تفاصيل الكاش باك إيه. أديني عندي أهو 11.2 على الحاجات والشوبينج واللوكال سيرفيس والهوم والهيلس والفود والدرينك ومعرفش إيه، يعني أي حاجة فيها أكل وشرب، فيها جمال، فيها اللي هي البرفانات، فيها سيارات، فيها صحة، بناخد عليها 11.2. 10.4 ده طبعا غير ال 2% الكاش باك بتاعت الفي اي بي.
10.4 كابن كروز هوتيلات فنادق بناخد نسبه اقل 5.6 على برضو الانترتينمنت الحاجات الترفيهيه الفود اند درينك الالعاب الاطفال الاماكن بتاعت الجودز البضاعه بتاعت البيت اللي هي الحاجات والاجهزه الكهربائيه وكده. دوبلي الكوبون اللي نازل على موقع بتاع دوبلي منزله الميرشنت ايا كان دوبلي شغاله افليت ماركت. ما هو مع الافليت ماركت ايه؟ ما هو حتى مع دوبلي في افليت نتورك بتشتغل مع دوبلي عادي ما فيش مشكله. احنا بص يا مروه اوكي هيفرق في ايه؟ اللي انا اعرف مين اللي منزل الكوبون ما دام انا هاخد الكوبون. مين اللي نزل الكوبون؟ سواء الموقع اللي منزل الكوبون ولا الافلت نتورك. الافلت يعني يا جماعه يعني بيكون في شركات واخده دعايه للمواقع دي وهي بتتعامل معاها وبتنزل لها خصومات ودعايه. ففي بعض في شركات كتيره من اللي واخده للمواقع بتتعامل مع دوبلي وبتجيب المواقع عند دوبلي. فايه المشكله ان حتى سواء الموقع هو اللي منزله ولا الافلت نتورك اللي منزله هتفرق معايا في ايه؟ ما دام انا هاخد الكوبون. دوبلي اللي منزله ولا الموقع اللي منزله ولا الافلت نتورك اللي منزلاه انا مش هيفرق معايا في الموضوع. انا ليا ان انا كوبون قدامي استخدمته وخدت الكاش باك وخدت الديسكاونت بتاعي. لاني انا ما اعرفش مين اللي منزله، ما هو يمكن الافلت نتورك. ما يمكن الموقع نفسه، انا قدامي الكوبون من الموقع نفسه. فمشغلش بالي بالحاجات اللي هي التانية، مالي أنا مين اللي منزله يعني، المهم نزل عندي، والمهم استخدمته، والمهم داني ديسكاونت اللي مكتوب، وكل حاجة ماشية تمام. وما دام نازل هو جوه الكوبونات بتاع دوبلي، خلاص معتمد 100%، مفيش أي مشكلة عليه. تمام؟ فمفيش داعي إن احنا نقعد نتكلم أو حتى الناس اللي بتسألنا، ما أنا عارف إن السؤال ده أنتوا تسأل ناس سألتكم، ما يا جماعة أنا مالي. ما اعرفش وما يهمنيش اني اعرف ما دام في كوبون قدامي. تمام، ما دام في كوبون قدامي وبستخدمته ونزل لي الديسكاونت بتاعي اللي انا عايزه او الخصم، خلاص مش عايز اي حاجه تاني. ليه اروح اسال في حاجات في تفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع؟ يعني مش هتفيدني في حاجه. اوكي طيب، احنا دلوقتي هنروح على جروب نعمل عمليه الشراء بتاعتنا. اوكي هنعمل عملية الشراء. اذهب الى المتجر. جميل، هوريكم بقى موقع بيعمل مطعم بيفتح بس في رمضان، بس في رمضان هنا في ابو ظبي، وكل سنة لازم باذن الله باذن الله بنروحه. شايفين اسمه افطار كوليكشن 2018. كل المواقع الموقع اللي قدامكم ده ليالي البركة ده باذن الله. لو في حد فيكم في ابو ظبي هنا نعزمه على الفطار هناك، تشرفونا هناك. مطعم بيفتح بس في شهر رمضان في واحد من افخم الفنادق في ابو ظبي، ما تتخيلوش البوفيه بيبقى شكله. استنوا احنا هنفتح دلوقتي. جميل، ادي موقع جروبون اهو. طيب انا ليا اكونت على جروبون، بعمل ساين ان. تمام، لان عشان اشتري بقى الحاجه بتاعتي. انا دلوقتي هعمل عمليه شراء كامله قدام حضراتكم، فنركز مع بعض ونعرف. احنا انا دخلت على موقع جروبون وليا اكونت، بعمل ساين ان، ادي الحساب بتاعي الايميل بتاعي محمد كمان والباسورد، وبعمل ساين ان. هل جميل جدا. طيب انا بدور على الموقع ليالي البركه جوميرا هوتيل، نخش نشوف ايه الاوفر بتاع ليالي البركه. اوكي، لافطار بوفيه اب تو 8 لغايه 8 اشخاص، فندق هنا من الفنادق الفخمه جدا اسمه جوميرا هوتيل ات اتحاد تاورز. تمام، شايفين ادي المطعم وادي البوفيه بتاعه ده. هم بس النهارده المره دي منزلين صورتين بس، قبل كده بيبقى حاجه مهوله يعني، ما شاء الله حاجه جامده جدا. طيب ايه الاوفر اللي موجود؟ الاوفرات اهي قدامنا. 4 2 افطار بوفيه
بوفيه افطار لشخصين 275 درهم. يعني الشخص مش محصل حوالي كام؟ لو قلنا 140 او 137، طبعا ده فطار في رمضان شخص في فندق خمس نجوم سعر في الارض، بكلمكم بجد. لو اربع اشخاص 549، لو ست اشخاص 799، لو ثمان اشخاص بيبقى 899. تمام؟ قبل ما احجز اقرا الشروط، اتعود اعمل كده، لازم اقرا الشروط عشان اكون عارف ممكن هحجز امتى، ايه الاستثناءات، عشان ما اشتريش حاجه وما اعرفش استخدمها. اوكي، ادي عندكم يو وات يو ويل جيت، ادي الاوفرات موجود في رمضان، موجود بس في رمضان. بوفيه انكلودز رينج اوف اوريجينال ديلايتس، الاكل كله. اكسباير 15 جون 2018، يعني بعد 15 يونيو 2018 اللي هو اخر يوم في رمضان ان شاء الله، العرض ده مش شغال، عشان مش واحد يشتريه ويجي بعد يوم، بعد مثلا في العيد ويروح ياكل، هيقولوا له اصلا ما فيش مطعم، المطعم اتشال. فلازم نقرا الحاجات. ليميت 1 اللي هو ليميت 1 بير اب تو 8 بيبل، يعني بنستخدم واحد لغايه 8 اشخاص، ممكن تشتري 9 كجيفت. بوكينج ريكوايرد باي فون، اتصل بالتليفون اكد. بير يور بوكينج، الحجز المسبق لازم على الاقل قبلها ب 72 ساعه، 24 ساعه عمليه الالغاء. فاليد ديورنج رمضان، ماشي بس يعني صالح في رمضان. اندر 4 ييرز، الاطفال اللي هم اقل من 4 سنين يقدروا ياكلوا ببلاش. اللي ما بين 4 و 12 بيدفعوا 50% من السعر الاصلي دايركت في الهوتيل هناك في المطعم. كل الحاجات دي انا لازم اعرفها. جروبون برايسز ار انكلوسيف اوف فات، السعر بتاع الكوبون او الجروبون الموقع شامل الفات، قريبه القيمه المضافه. دي الحاجات دي كلها انا لازم اعرفها، وادي المكان وكل حاجه. طب ايه رايكم ان احنا هنشتري؟ انا دلوقتي هختار الاوفر بتاع فور افطار بوفيه اللي هو لشخصين. هروح مثلا انا ونهاد مراتي وشهد، وشهد سنها من 4 ل 12، فهي هنروح ندفع ال 50% في الفندق هناك. جميل؟ جميل. انا دلوقتي مسجل الكريدت كارد بتاعي، فانا لما هدوس على باي يا اما هيفتح لي الصفحه بتاعت الكريدت كارد بتاعي عشان اعمل كونفرميشن، يا اما على طول هيعمل عمليه الشراء، لان انا عامل سيفنج للكريدت كارد بتاعي في حسابي هنا في جروبون. تمام يا جماعه؟ ماشي الحال لحد دلوقتي؟ انا اخترت اهو 42 افطار بوفيه، وانا داخل من محمد حسابي اهو باي، انا معلم عليه باي، بسم الله الرحمن الرحيم، عملت باي، بيطلع لي الصفحه. اوكي، يطلع لي الصفحه، ادي 275. اوكي، ادي السعر، الحاجات بيمنت ميثود فيزا، الفيزا دي خلصت من عندي قبل كده، لا فانا مش هشتري بالفيزا دي، هغير اذر بيمنت ميثود. ده بقى ايه اللي هو هدخل الكارت بتاعي. شوفوا الحاجات دي كلها، تمام، بس طبعا انا مش هوريكم وانا بحجز بالكارت، ساعتها هقفل الشاشه عشان محدش يزعل. اوكي، انا هو الكارت بتاعي القديم ما كانش موجود، او هو كان انا اتغير، اتعمل له رينيو. فدلوقتي البيمنت ميثود، طريقه الدفع ازاي؟ ادي اهو انتر كريدت كارد، بدخل رقم الكارت، وبدخل السكيورتي كود، وبدخل الاكسباير بتاعه امتى، تمام، وبعمل عمليه باي ناو. اوكي، طيب انا هستاذنكم ان انا هعمل العمليه دي، هدخل رقم الكارت وهدخل كل حاجه، بس وانا قافل الشاشه بس عشان كسكيورتي، تمام، مش عدم ثقه ولا حاجه، بس كسكيورتي، يعني الموضوع بابليك يعني. اوكي، سامعين صوتي؟ هتكونوا سامعين صوتي صح؟ هنعمل، وقفنا السكرين، سامعين الصوت؟ الصوت مكمل معاكم، الشاشه اختفت صح؟ ردوا عليا بدل ما الشاشه اختفت. استمر. جميل، حلو، طيب جميل، هنحط الكارت دلوقتي، بدخل رقم الكارت، تحب اقول لكم رقمه؟ يبقى ما عملناش حاجه صح؟ اوكي، بدخل رقم الكارت. اوكي،
بنعمل عمليه حجز اونلاين، دخل السكيورتي كود اللي هم الثلاث ارقام اللي موجودين في ظهر الكارت، ودخل الاكسباير ديت اللي هو تاريخ الانتهاء بتاع الكارت. تمام كده، دخلت بياناتي ودخلت الكارت بتاعي وكل حاجه. تحت امرك يا استاذ محمد عصام، تحت امرك. الشاشه طالعه يا جماعه؟ لا ماشي، لا الشاشه كده مش طالعه صح. اوكي، فكده دخلت الكارت وكل حاجه وهعمل عمليه باي ناو. دوست على باي ناو، كده انا فتحت الشاشه تاني. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك ويبارك فيك يا حبيبي. الشاشه ظهرت قدامكم، كونجراتيوليشن اون يور شايني نيو جروبون، ا كونفيرميشن ايميل هاز بين سنت تو محمد كمال، ده الايميل بتاعي. اوكي، طيب انا دلوقتي عايز اخد رقم الكارت او الكونفيرميشن نمبر عشان اعمل تراك للكاش باك، ما ظهرش هنا بس في ايميل اتبعت على ايميلي. هروح على ايميلي، نروح على طول على الايميل بتاعي. اوكي، على الايميل، ندخل على الايميل. فين الايميل؟ فين الايميل؟ نخش على الايميل نشوف الايميل اللي اتبعت لي من جروبون. نخش على الايميل بتاعي. اوكي، كلكم انتوا عارفين ايميلي مفيش مشكله، بس الباسورد انتوا مش عارفينها. نشوف الحاجه اللي جات لنا. اوكي، حط الباسورد. بسم الله الرحمن الرحيم، ساين ان. نشوف ايه اللي جالي على الايميل. هنا لسه ما فيش حاجه. others 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 جروبون بارشيز كونفيرميشن. نشوف يا جماعه، قادر كمان الرقم ظهر، شايفين ده الرقم بتاعي، ثانك يو فور يور اوردر رقم كذا كذا، باخده زي ما هو كده كوبي، علمت عليه كوبي، وبروح على الصفحه بتاع الدبل اللي مفتوحه اللي هو رقم جاري تتبع استرداداتك النقديه، بحط الرقم بيست، ادي الرقم اهو. ارسل ارائك وتعليقاتك، بسم الله الرحمن الرحيم، دوست عليه كده خلاص. كده المفروض ان الكاش باك معمول له تراكنج ومعمول له كل حاجه. اتاكد من فين ان الحاجه دي اتسجلت؟ بروح عند رحلات التسوق، دي كل حاجه بتوريهاني رحلات تسوق، كل موقع انا دخلت عليه متسجل، دوبلي ما بيسيبلكش الفتفوته تعدي منك عشان ترجع لكل عمليه شراء انت عملتها. تمام، ممكن اعاده للرقم تاني. بص يا هدى، بخش على الايميل اللي جالي، الايميل اهو، باخد الكونفيرميشن نمبر، باخد الرقم كوبي، وبروح على الصفحه اللي كانت موجوده بتاعه دوبلي وبحط عليها بيست. اللي هي فين الصفحه؟ اللي هي لما بدوش على اذهب الى المتجر بتظهر الصفحه دي، بحط الرقم هنا بيست. تمام، انا لسه حاطه، وابعت ارسل ارائك وتعليقاتك اللي هو مكتوب ايه، جاري تتبع استرداداتك النقديه. طيب انا عشان اتاكد انها اتسجلت او ان هي اتحفظ الرقم دلوقتي، فين بروح؟ على لوحه التحكم، رحلات التسوق، نفتح كده رحلات التسوق. دي كل موقع انت زرته ان شاء الله في اليوم الواحد، ضيف زرت مواقع دوبلي كلها 16000، هيظهروا لك كلهم. خلونا نشوف احنا مش دلوقتي دخلنا على كام موقع. شايفين ادي جروبون، جروبون وان ترافل لايف ستايل، كلهم امتى؟ 8/5/8/5/8/5/8/5/8/5، كل الحاجات اللي انا دخلت عليها النهارده. طيب عرض التفاصيل ده مش هيبان لان ده اخر واحد اللي دخلنا عليه، دايما لما بعرض التفاصيل يبان لي بقى لو انا حطيت الرقم، لان انا دخلت عليه بعد العمليه اهو، ده اللي قبليه على طول، عرض التفاصيل ده الرقم بتاعي اهو. يبقى انا كده حتى لو الايميل بتاعي راح او ان انا عايز اعرف انا عملت عمليه الشراء امتى، بروح داخل يوم 8/5 بدور على جروبون عرض التفاصيل، ده الموقع او ده الوقت اللي انا عملت فيه
المشتريات بتاعتي وادي رقم الاوردر بتاعي. اوكي واضحه كده؟ جماعه الشاشه واضحه ولا مش واضحه؟ في اي مشكله في الشاشه؟ في اي مشكله في الصوت؟ كل حاجه ماشيه كويس؟ لا كده كده لا كله تمام. طيب اللي بيقول الشاشه غير واضحه عندكم انتم مشكله يا جماعه. الناس كلها ماشيه الامور زي الفل الحمد لله. طيب لو ما لقيتش رقم الاوردر في عرض التفاصيل يبقى الكاش باك مش هينزل؟ لا الكاش باك هينزل، رقم الاوردر احنا اللي بنحطه. ورقم الاوردر حتى لو ما كانش يعني زي ما هنا ما ظهرش عندي بيجي لي بالايميل، فدايما الاحسن ان انا لازم انا اللي بحط رقم الاوردر في عرض التفاصيل. مش هو اللي بينزل لوحده، رقم الاوردر هو انا بحطه بايدي في عرض التفاصيل. وحتى لو في ناس نسيته ولا حاجه عادي الكاش باك كده كده ما دام احنا دخلنا من دبلي بيتم الايه التتبع عليه ان شاء الله. تمام؟ جميل جدا. تاخر العرض اخويا اكرم ده عندك انت المشكله، يبقى انت عندك النت بطيء شويه. انا النت هنا عندي كويس والناس في مصر والجزائر والمغرب ماشي الامور كويس، يمكن النت في المنطقه اللي انت فيها بطيء شويه. تمام كده يا جماعه؟ طيب الكاش باك بقى هنلاقيه بينزل فين؟ لما بروح على نظره عامه عن الاستردادات النقديه. طبعا مش هيكون نزل الكاش باك لسه، ده احنا لسه عاملين عمليه الشراء دلوقتي يعني. تمام؟ المفروض انه هيبان هنا. فخلينا مع بعض كده لغايه اخر المحاضره. الله يكرمك مدام حكمت، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. واخر المحاضره ونشوف يمكن ينزل الكاش باك. وضحت كده يا جماعه انا بعمل عمليه شراء ازاي؟ اوكي؟ طب ايه رايكم نشتري حاجه تاني؟ انا النهارده هشتري، تمام؟ هنشتري حاجه تاني فيها بقى بحط العنوان بتاعي عشان اعرف لو حاجه احط العنوان والعنوان بيظهر فين والحاجات دي. اشتري كمان، تمام؟ ماشي يا استاذ محمد. لو رحنا حابين نشتري مثلا من موقع سوق.com. سوق.com انا سامع انه عامل عروض حلوه. طب ايه رايكم نروح نبص عليها؟ اوكي؟ طب خلينا نشوف كده ايه اللي موجود على سوق.com. ونشوف ايه الشروط بتاعته، كل موقع وليه شروط. احنا لو ما اشتريناش بايدينا يا جماعه احنا فايتنا كتير. التدريب بتاع دوبلي اكاديمي بيقول لك ان في حاجات معينه لازم بتعملها اول 24 ساعه. ده مش حتى دوبلي اكاديمي، ده اللي هو المقدمه. من ضمنها لازم تعمل عمليه شراء في خلال اول 24 ساعه من دخولك دوبلي. جماعه الصوت ماشي مع الصوره ولا في الصوت متاخر عن الصوره؟ يعني انتوا بتشوفوا تسمعوا صوتي الاول وبعد كده تشوفوا الصوره ولا ايه الوضع؟ ولا الامور ماشيه كويس؟ طيب حلو ماشي جميل. مصر يا زقه، مصر ام الدنيا، كل حاجه واضحه وزي الفل في مصر يا جماعه. طب ايه بقى المشكله؟ تمام تمام على خير على بركه الله ان شاء الله. تمام اوكي تمام على بركة الله. أوكي؟ طيب. إحنا دلوقتي مثلا هنروح عندنا على سوق.com، خلينا نخش على سوق.com ونعرف إيه الأوفرات اللي عندهم، لأن هم بيقولوا عندهم أوفرات كتيرة وحاجات كويسة. إحنا كده خلاص خلصنا جروبون واشترينا الكوبون. تمام؟ وأدي نعلم على هنا، لأن هيجي لي الكوبون بتاعي موجود هنا وهنشوف العروض بتاعتنا او الكوبون اللي اقدر اطبعه ان شاء الله. سوق.com حاليا مفيش عنده كوبونات. تمام؟ سوق.com بيدي ايه؟ بنقول بيدي 9.6% زائد 2% في اي بي، بس اهو مفصصها. كل حاجه وليها حاجه. يعني 9.6% للشنط والمحافظ والملابس والنظارات بس في مصر.
اي جي يعني ايجيبت. وزي ما بنقول يا جماعة دايما لازم تقروا الاستثناءات، تعرفوا الحاجات اللي هي بيتم الاستثناء فيها عشان ما حدش يروح يشتري ويقول كاش باك ما رجعليش ليه. سوق دوت كوم كاتب الكاش باك بس بيدفع للناس اللي في مصر والسعودية والامارات، يعني لو واحد في الكويت وسوق دوت كوم عنده واشترى، لان هو اصلا سوق مش ظاهر في الكويت، هيروح الامارات ويشتري مثلا او اشترى من الكويت ومش هيرجع له كاش باك، او دخل على موقع الامارات وشحن للكويت مش هيرجع له كاش باك. الكاش بس باك بيرجع للناس اللي موجودة في مصر وفي الامارات وفي السعودية. اوكي ده عن اذنكم ثواني. طيب فدايما كل حاجة بنيجي نشتريها نخش نشوف الكاش باك اهو، الكاش باك اهو، كل الفئات، كل حاجة، اللي بياخد على النظارات، ساعات، اللي في مصر، اللي في الامارات، اللي في السعودية، لغاية اهو كمان في صفحة تانية، الموبايلات، اللابتوب، كل حاجة موجودة. اقل حاجة الموبايلات والكمبيوتر هنا في الامارات والسعودية بياخد 1.3 زائد 2 بياخد 3.3. في مصر الموبايلات واللابتوب بيبقى 2 و2 يعني 4%. يعني برضو ما زالت مصر الكاش باك بتاعها احسن من السعودية والامارات. طيب احنا هنروح دلوقتي نعمل ايه؟ اذهب الى المتجر. عايزين مثلا نشتري حاجة، نشتري مثلا برفان او نشوف العروض بتاعت رمضان. رمضان ويلكم، رمضان سبيشال ديلز. ايه بقى السبيشال ديلز بتاعت رمضان؟ طب الاول نخش بالحساب لوج ان. لوج ان انا هخش من عندي حساب على سوق دوت كوم اهو، محمد كمال، وادي الباسورد بتاعي لوج ان. اوكي يا جماعه شايفين عندكم كمان ادي عروض، عندنا عروض رمضان، عندنا عروض شحن فري، اي اوردر اقل من 100 درهم سوري اي اوردر 100 درهم واعلى باخد شحن مجانا. وايه فين لو طبعا اروح شوب ناو، اتسوق الان. شايفين ادي مثلا دولاب، ودولاب ومعرفش ايه ب 260 درهم فري شوبينج لانه اعلى. دريسر، درج هدوم 135. شايفين كل حاجه اعلى من 100 درهم فري شيبينج فري شيبينج فري شيبينج، كله فري. نغير اللغه للعربي. حاضر، من عينيا من عينيا. اللغه العربيه شحن مجاني على كافة الطلبات بقيمة 100 درهم وأكثر. أدي الخزانة، خزان مكتب أطفال، خزانة أحسن، أي حاجة. شايفين برفانات، برفانات فوق ال 100 درهم شحن مجاني، شحن مجاني، شحن مجاني. شايفين كل حاجة شحن مجاني، شحن مجاني، كل حاجة فوق ال 100 درهم. أوكي؟ ادي كل حاجه فوق ال 100 درهم شحن مجاني. يبقى احنا بنستفيد، شايفين هنا 70 درهم مشموله في الشحن المجاني. يعني ايه مشموله في الشحن المجاني؟ يعني انا لو اشتريت واحده كمان بقت الاوردر اعلى من 100 درهم باخد شحن مجاني، لكن لو انا اشتريت ب 70 درهم دي اقل من 100 درهم مش هاخد شحن مجاني. تمام كده؟ طب ايه رايكم نشتري حاجه؟ ايه رايكم؟ انا مثلا بشتري دايما بحب اشتري برفانات. تعالوا كده اهلا، طب استنى نشوف اهلا رمضان ايه كمان في رمضان؟ عروض رمضان ما شاء الله. نسكافيه اللي هو نسكافيه ميكر ده 418، ماجيك ما اعرفش ايه، فودكاتي صحراء دبي، صندوق من التمر مغطى بالشوكولاته. ما شاء الله في حاجات جميله هنا. دي حاجات بخصوص رمضان. نوتيلا ب 12 درهم علبة نوتيلا مشمولة في الشحن المجاني، يعني أنا لو جمعت نوتيلا ومية وتمر وكده وحاجات جمعت فوق ال 100 درهم باخد شحن مجاني. أوكي؟ طيب خلينا نروح فين؟ عطورات ومستحضرات الرجال.
انا اول مره هعمل اوردر بالعربي على فكره. انا بس ايه، خلينا نشوف دلوقتي. ادي برفانات، برفانات، كل شايفين البرفانات، اي حاجه 100 فوق ال 100 شحن مجاني، مشموله في الشحن المجاني. شايفين شحن مجاني، شحن مجاني، شحن مجاني، مشحونه من سوق. في حاجات مكتوب عليها ايه، تشحن من قبل سوق، ده اللي هو الدليفري بتاع سوق، ما هو سوق عندهم شركه شحن. وفي حاجات هو على فكره هو سوق، ما هو سوق بيجيب من فين؟ سوق بيجيب من عنده سبلايرز، عنده موردين، ففي موردين بيكونوا هم بيتعاملوا مباشره مع مين؟ بيتعاملوا مباشره مع سوق دوت كوم، بيتعاملوا مباشره معايا، فهو بيبعت لي مباشره من عند بالشحن بتاعه. طب ايه، ادي دولسي جابانا، حلو على فكره، انا كنت جربتها قبل كده. انا دايما بشتري اللي هي سي كي 2، بس دي انا لسه شاريها الاسبوع اللي فات. فالنهارده خلينا نعمل الاوردر بتاع دولسي جابانا، ايه رايكم نعمل الاوردر بتاع دولسي جابانا 150 درهم وكمان شحن مجاني؟ حلو النظام، نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. 52% خصم، يعني هي اصلا 315 درهم، انا واخده 150 درهم وكمان هاخد عليه كاش باك. طيب نروح هنا، بيوريني المنتج، واو ادي اهو شحن مجاني، الاسعار شامله الضريبه اشحن الى ابو ظبي احصل عليه غدا، ما شاء الله. اتنين، اضف الى العربه معلومات السلعه، وبيقول لك كمان البائع مين، دوت اي اي دوت يو اي اي، ده واحد من اشهر الحاجات، اشهر المواقع. طيب اضف الى العربه، يلا ونروح نشتري ونشوف اخر واحد بقى. عيد بقى ويلا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. حلو، اطلب الان قطعتين متوفرتين. لا يا عم نضيف على طول، شايف اضف كوبون، لو انا عندي كوبون، لو انا عندي كوبون هحطه، تابع عمليه الشراء، كميه واحده حفظ مسح، لا انا دلوقتي هتابع عمليه الشراء، تابع عمليه الشراء. والله عشانكم يا استاذ محمد، عشانكم عشانكم بس يعني. اهو اشحن الى اقرب مركز تسليم، بس انا بحب دولسي الجبانه برضه استاذ محمد، يعني انا بشتري، يعني انت شوف والله انا بشتري اللي انا عايزه، كل حاجه موجوده بحب اشتريها ليا لبنتي لمراتي، كله دوبلي، احنا دوبلي لايف ستايل، دوبلي لايف ستايل. اوكي ادي العنوان اهو شايفين، لان انا عندي اكونت على سوق محمد كمال سيفتي ديبارتمنت، المصنع بتاعي، رقم تليفوني، الحاجات دي كلها. احصل الشحن مجاني، عليك الدفع معرفش ايه، ادي الرقم بتاعي. اوكي وادي البنك، عايز الدفع عند الاستلام ممكن، لان السوق عنده الاوبشن بتاع الدفع عند الاستلام. اوكي بس بضيف 4 درهم، بضيف 4 درهم. الله يكرمك ويبارك فيك استاذ محمد، شرف ليا. طيب انا اهو هحط بقى ايه، ادي الكارت مثلا بتاعي متسجل، اوكي، والتاريخ بتاعه، رمز التحقق. معلش يا جماعة أنا آسف، أنا آسف للمرة الثانية، ماشي هنقفل الشاشة. أنتوا شفتوا البيانات أهي، وأدي تأكيد الطلب، وأدي كل حاجة، فعشان نعمل الطلب بتاعنا. تمام، نروح نقفل الشاشة. تمام، شيرنج، وقفنا الشاشة كده، نحط بس الرمز بتاعنا. تمام، رمز التحقق. اوكي واضيف الرقم. تمام، وكل حاجة بياناتي وكل حاجة، وتأكيد الطلب، وندفع. بسم الله الرحمن الرحيم، تأكيد الطلب. ادي الشاشة اهو قدامكم ظهرت، شكرا لك، نقوم بتنفيذ طلبك الآن. جميل، شكرا لتسوقكم على سوق دوت كوم، رقم طلبك اهو، ادي رقم الطلب يا جماعة. اوكي وادي اهو سجل، بس ده كمان سجل حسابك على سوق دوت كوم واحصل على 50 درهم مجاني، وادي بروموشن لو انا اول مرة اسجل حساب.
حلو، ادي اهو بروح واخد ايه الرقم. نبص معانا دلوقتي على الرقم، الرقم هروح جاي عليه واخد كده كوبي الرقم عشان احطه فين؟ على الصفحه بتاعتي اللي انا دخلت على دوبلي، اللي هو جاري تتبع استرداداتك النقديه، رقم التعريف بقف عليه وبعمل بيست. ادي الرقم بتاعي، ارسل ارائك وتعليقاتك كده. تمام، يبقى ادي رقمي ظهر، متابعه الطلب، تمت عمليه الشراء، دوان من دولتشي اند جابانا للرجال، وادي كل حاجه عندي، وادي الامور ماشيه زي الفل، وعملت عمليه الشراء ودفعت بالكارت بتاعي وعملت وحطيت رقم الاوردر بتاعي وكل حاجه. ونروح نبص، ونروح نبص على فين؟ على نظره عامه عن الاستردادات، لا على رحلات التسوق، على رحلات التسوق. حلو، هنلاقي فين رحلات التسوق؟ ادي سوق دوت كوم اللي انا لسه داخل عليه، عرض التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ادي عرض التفاصيل، وادي الرقم اللي احنا عملناه، وادي كل حاجه مظبوطه، وجات لي رساله على الموبايل، وكمان هوريكم الرساله جات لي من سوق دوت كوم على الايميل بتاعي، ادي اهو ثانك يو فور شوبينج وسوق دوت كوم. كله يا جماعه اونلاين، كله اونلاين، في اسهل من كده؟ ادينا وانا قاعد اهو معاكم، حجزت في مطعم وطلبت برفان، وكمان ممكن بطلب اي حاجه من وانا قاعد في مكاني، ما بتحركش، انا ما بتحركش من البيت غير عشان حاجتين، عشان اروح الشغل وعشان بعمل برزنتيشنز. ما انا ما بروحش اشتري من مولات، بطلت الموضوع ده خلاص، انا بشتري دوبلي لايف ستايل، واحنا قاعدين وبنتكلم وبنهزر، وادي اهو تراك يور اوردر، وادي رقم الاوردر بتاعي، وكل حاجه عندي، وعندي ايميل والعنوان بتاعي، وناس زي الفل اتبعتت لي رساله بيقول لي استنى بس نوريكم، اقول لكم الرساله جاي اللي فيها ايه. والله 100 100، والله الاونلاين ده حاجه رهيبه والله العظيم. تم عمليه شراء طلبك رقم كذا، متوقع توصيلها يوم الاربعاء 9 مايو، بكره باذن الله، بكره هتوصل عمليه الطلب بتاعك، الطلب بكره اللي هو البرفان اللي انا اشتريته هيوصلني بكره باذن الله. ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في الحلاوه دي؟ احنا قاعدين وبنطلب وبنتكلم وبنهزر، وكل حاجه ماشيه معانا زي الفل، وبنتسوق وبنتعلم ازاي بنتسوق. فاهم حاجه ده في شغلنا يا جماعه، لازم 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 اللي احنا عملناه ده هو يبقى اسلوب حياتنا، ولازم نعرف الدنيا ماشيه ازاي ونعلم فرقنا كده. ربنا يكرمكم يا جماعه، ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. المفروض الكاش باك يظهر فين؟ زي ما قلنا نروح نشوف، ما يمكن يكون نزل لنا كاش باك كده ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والله رغم انها هي بتنزل دايما تاني يوم يعني، بس والله يعني وجودكم ان شاء الله يكون فيه الخير والبركه يعني. لا لسه ما نزلش، او لسه سوق المعامله القديمه اللي هي بتاعت يوم 2/5 والمعاملات القديمه، لسه الكاش باك بتاعنا لسه ما نزلش، نشوف على اخر المحاضره كده ولا حاجه، لان دايما الكاش باك بتاع جروبون على فكره بينزل بسرعه، بينزل كويس يعني. في اي سؤال في عمليات الشراء؟ قيس بقى كده على كل حاجه، كل حاجه بتشتروها اعتقد ان الموضوع بقى سهل، وان الموضوع بقى واضح وبسيط، وعرفنا ازاي بنعمل كل حاجه. والله انا سوق عندي، في عندي اوردر خد 48 ساعه، وعندي 3 اوردر خدوا 24 ساعه يا استاذ محمد. اخر اوردر ده اللي نزل بعد 48 ساعه، الاوردر اللي قبليه ده نزل بعد 24 ساعه، الاوردر اللي قبليه ده نزل بعد 24 ساعه بالظبط، 24 ساعه. فكله على حسب يعني. المهم الحمد لله اهو كل حاجه قدامنا، اشتريت بكام، الفي اي بي كام، البريميوم كام، المجموع كام، كل حاجه موجوده عندي. تحت امركم يا جماعه، والله تحت امركم، اي سؤال في موضوع الحجز، سؤال حجز الطيران والفنادق، ليه الكاش باك بيتاخر؟ اوكي استاذ محمد، حجزات الطيران والفنادق
دايما او هو يعني انا هقول لك حاجه مش في كله يعني انا هقول لك حاجه انا بصراحه شايف ادي موقع اسمه رحلات حجزت عليه يوم 28/3 تذاكر طيران نزل لي الكاش باك بتاعها بعد ساعتين hotels.com الكاش باك بتاعه بينزل بعد ساعتين على طول بس في مواقع بيتاخر ليه لان في مواقع ما بينزلكش الكاش باك غير بعد عمليه السفر ما تتم بتروح وتيجي مثلا انت حاجز هتسافر بعد 3 شهور مصر فلو نزل لك الكاش باك هينزل لك بيندنج لو ما نزلكش ممكن الموقع بينزله لك بعد 3 شهور بعد ما انت تسافر وتروح وتيجي بس على حسب رحلات بينزلها في ساعتها انا بقول رحلات ما اعرفش وان ترافل بصراحه ايه وضعه طيب بيتاخر معاك الكاش باك في وان ترافل اعمل ميسنج بارشيس احنا دوبلي مديانا كل الاوبشنز ان لو الكاش باك بتاعي ما نزلش بعد 14 يوم رغم ان ساعات مواضيع حجز الطيران ده والفنادق يقول لك المفروض بعد ما الرحله تتم وبعد 14 يوم من الكومبليت ستاي او من الاقامه ما تخلص او من السفريه تخلص وما نزلش الكاش باك بتعمل ميسنج بارشيس لكن احنا ممكن نعمل من اول 14 يوم تمام فخلينا نجرب بعد عليك 14 يوم يا استاذ محمد وما نزلش الكاش باك بتنزل هنا على العمليات الشرائيه المفقوده بتحط اسمك موجود وبلدك بتحط الستور وتحط الفاتورة اللي انت جات لك وتحط الرقم الاوردر والسعر وكل حاجة وتعمل سبميت اللي هو الميسنج بارشيس اي حاجة تعدي عليها بعد 14 يوم الرحلات تمت بالفعل ابعت الميسنج بارشيس على طول خلاص في حاجات ده انا اهو انا عامل ميسنج بارشيس ثلاث اربع حاجات اشتريت من perfume.com وما نزلش الكاش باك 14 يوم ما نزلش عملت ميسنج بارشيز ابروفد راحوا مرجعوه لي كاش باك والابير نزلوه لي على طول بعديها بفتره ده كان يوم 14/11 26/11 shoes.com عملت اوردر مرجع 140 دولار ما نزلش بعت ميسنج بارشيز ابروفد نزلوه لي على طول جيمس 3/12 كان معمول ديسكاونت فوق الوصف فوق الخيال اوكي وعملت الكاش باك بتاع ايام بقى ما كان وايت فرايداي بس انا اتاخرت لان انا رحت سافرت بعديها ب 10 ايام مصر والحاجه جات ولما جيت نسيت موضوع الكاش باك ما اكتشفتش موضوع الكاش باك غير يمكن في اول شهر 3 رحت عملت الميسنج بارشيس فهم كاتبين اهم اندر ريفيو فيو ستيل بيندنج شوبس فاينل ريفيو بيشيكوا مع المحل سوبر جولري كنت شاري يوم 28/1 كان فيه برضو تخفيضات واوفر كبير جدا اشتريت حاجات قالوا لي ريجكتد ليه عمليه الشراء الكوبون اللي انا استخدمته لان انا استخدمت كوبون جوه الموقع اداني تخفيض كبير ده مش ملوش كاش باك انت خدت تخفيض يمكن 80% كنت اشتريت السويرال لنهاد مراتي والشهد كان تخفيض فعلا مهول يعني فما ينفعش انه يديني عليه كاش باك كمان كان في حاجات التخفيض بتاعها صغير ودي كان حاجات التخفيض بتاعها خلاص ريجكتد مالكش في الكاش باك فكل حاجه واضحه يا جماعه الكاش باك اندر ريفيو اندر ريفيو دايما بيقولوا عشان يشيكوا مع المواقع بياخد لغايه 60 يوم لغايه شهرين مؤخرا الموضوع بقى اسرع بكتير بيبقى اسرع في حاجات على حسب الموقع كمان يبعت الموقع يعني انا كنت عملت الميسنج بارشيز دول الاثنين دول في خلال واحد اترد عليا بعد اسبوع والتاني بعد 10 ايام ونزله لي ابروفر على طول اوكي طيب استاذ احمد رضا طب انا اعرف منين ان اللي اشتريته ده ما نزليش الكاش باك بتاعه يعني انا مثلا اشتريت حاجتين مع بعض ونزل لي كاش باك اعرف منين ان ده بتاع الاثنين مش واحد بتكون واضح قدامك استاذ احمد السعر انت اشتريت ايه انت لو اشتريت حاجتين من موقع واحد من سوق مثلا اشتريت كذا حاجه بينزل لك الكاش باك على الاوردر
اهو يعني بينزل لك هنا انت اشتريت ايه المشتريات بتاعتك قدامك. انت حتى لو اشتريت حاجتين دلوقتي، اشتريت من سوق وبعد ساعتين اشتريت حاجه تاني، كل حاجه بتبان لك هنا انت اشتريت، انت عارف انت دفعت كام. بتروح تشوف الاوردر بتاعك كام والكاش باك بتاعه كام. اشتريت حاجه مثلا ب 30 دولار واشتريت حاجه ب 70 دولار، هتلاقي المشتريات موجوده، ال 30 دولار الكاش باك بتاعها كام وال 70 دولار الكاش باك بتاعها كام. ممكن الرد؟ ايه هو السؤال يا اخت هدى؟ معلش. لكي تتم عملية الشراء لازم يكون معايا في اي بي؟ لا، طب ما احنا عندنا فري. المتسوق اللي بيخش فري ومعهوش في اي بي بيقدر يخش يشتري عادي، بس انت لو عضوة، انت تيم ممبر او بي بي اي، انت بيزنس اسوشيت وما فعلتيش عضوية في اي بي، لا لازم تفعلي عضوية في اي بي عشان تاخدي الكاش باك اعلى من الفري. دي ملهاش علاقة، الشوبينج ملوش علاقة، انت عضوة يبقى انت لازم تكون معاك عضوية في اي بي. ليه مش مفعلة عضوية في اي بي لحد دلوقتي؟ امال هتطلبي معاكيش في اي بي؟ يعني خلصوا؟ خلصوا الفي اي بي اللي عندك؟ حلو، جددي واحد. جددي واحد عشان تاخدي الكاش باك، لان العضويات في اي بي هو اللي هينزل عليها الماستر كارد الجديد. الماستر كارد مش عشان العضو بتاع دوبلي، مش عشان تيم ممبر ولا بي بي اي. الماستر كارد عشان الاعضاء الفي اي بي. فانت اول ممكن استني لغايه اول ما ينزل الكارد وفعلي لك عضويه في اي بي تحت اللينك بتاعك عشان تقدري تطلبي الكارد. استاذ محمد عصام، السيف ميت هينزل امتى؟ ما اعرفش بصراحه، ما عنديش معلومات. اول ما هينزل حاجه هيبلغونا على طول في النيوز ليتر بتاع دوبلي. معلش يا جماعه ثواني بس، والماستر كارد نازل امتى؟ لسه ما عنديش عليه اخبار. مستني زيكم والله، باذن الله قريب. نأمل بإذن الله إن شاء الله يمكن على خلال الشهر ده، لكن قريب بإذن الله. إن شاء الله قريب. اس دي مودي العتيبي هنا موجودة معانا، كانت موجودة، هي لسه موجودة. اس دي مودي موجودة، تمام. اس دي مودي أنت النهاردة عندك ربنا يكرمك ويبارك فيكي، في برزنتيشن النهاردة؟ في محاضرة تعمليها؟ اخد راحتي، تمام ماشي، لان انا كل مره بصراحه بزنقك في الوقت. يعني نفتح بالكلام. لا ربنا يكرمك ويبارك فيك، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا اخت مودي. طب يا جماعه خبر حلو، اس دي مودي العتيب النهارده قالت لي خش انطلق عيش. حلو، معاكم بقى، قاعدين معايا ولا مستعجلين؟ هتقعدوا معايا ولا عايزين تروحوا؟ معايا؟ تمام ماشي. طب احنا النهارده داخلين بقى، حلو حلو جدا، ننطلق بقى ايه ونشوف الحاجات دي كلها. نشوف بقى الاسئله، حاضر، من عينيا الاثنين. كل الاسئله اللي انتوا سالتوها نجاوب عليها ونشوف. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. طيب الاسئله اللي بتقول نعرف بس احنا السيف ميت قلنا عليه وسال الاستاذ احمد رضا. موقع علي اكسبريس موجود في السعوديه استاذ محمد علي؟ والله نشوف، تعال نشوف معايا استاذ محمد، يلا بينا نتكل على بسم الله الرحمن الرحيم. يونايتد السعوديه، سعودي اريبيا، اس 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 سعودي اريبيا. ربنا يكرمك ويبارك فيك. طب جماعة في واحدة من اخواتنا عايزة تصلي المغرب، طب نوقف 10 دقايق، هديكوا 5 دقايق للصلاة. ماشي اوكي، انا الحمد لله صليت المغرب قبل ما ابدأ. 5 دقايق للصلاة جماعة، ماشي 5 دقايق للصلاة عشان اللي عايز يصلي، عايز انا معاكم. 5 دقايق للصلاة، يعني الساعة دلوقتي 10 الا تلت بتوقيت الامارات، 10 الا ربع يعني 9:37، 8 دقايق بإذن الله. بريك، يلا اوكي خلاص ما نبعتش أسئلة، بريك 5 دقايق، بريك 5 دقايق.
اللي عايز يبعت أسئلة أوكي، بس إحنا هنجاوبها بعدين. بريك 5 دقايق، يلا.
اخويا محمد انا قافل الصوت. احنا بناخد بريك بس عشان في اخوات لينا بيصلوا، فانا قافل الصوت. قدامنا كده 3 4 دقايق ونبدا نتكلم تاني ان شاء الله. الناس بس ترجع من الصلاة وهنكمل باذن الله على خير. جمعا بإذن الله، جمعا بإذن الله. شكرا لله، ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. منا ومنكم صالح الأعمال أخت نعيمة بإذن الله. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. وجزاك الله كل خير يا اختي، ربنا يكرمك ويبارك فيكي. بالعكس، ده احنا لازم، يعني احنا الحمد لله زي ما ملتزمين اهو في شغلنا وبنشتغل، لازم نحافظ اهم حاجه على صلاتنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، لان توفيق بعد توفيق ربنا مفيش اي حاجه تاني. فربنا يبارك فيكم ويكرمكم يا رب، ربنا يبارك فيكم ويكرمكم ويوفقكم لكل حاجه كويسه باذن الله يا رب العالمين. نستنى كده دقيقتين ثلاثه كمان لغاية ما الناس برضو اللي كانت بتصلي ترجع، كل الناس تصلي ونعمل ريفريش كده عشان نكمل تاني.
طب كده كل الناس رجعت يا جماعة، كده كل الناس رجعت، نبدأ نكمل تاني شرحنا. اوكي، خلينا هناخد ايه الأسئلة كلها. نشوف الأسئلة ونشوف الإجابات. تمام، على بركة الله نكمل سؤال. ماشي، نكمل أسئلتنا. طيب أنا بعد هستأذنكم بس أخد الأسئلة من اللي اتسألت قبل كده عشان ما يبقاش في حد ظلمناه ما جاوبناش على سؤاله. احنا الاول كنا بنشوف موضوع علي اكسبريس في السعوديه ولا لا، صح؟ فين علي اكسبريس؟ احنا ورحنا السعوديه، سعوديه اريبيا، نشوف علي اكسبريس موجود ولا لا. اعتقد ان علي اكسبريس موجود في السعوديه، هنشوفه دلوقتي. نحمل الموقع. ادي السعودية، مش هنفضل بقى ندور، هو اصلا موجود اهو. ادي علي اكسبريس في السعودية، كنت هروح اعمل هنا بس اهو علي كان هيطلع لي كل الحاجات اللي فيها. ادي علي اكسبريس، علي، وانا حتى عامل عليه فيفوريت اهو، فعلي اكسبريس موجود في السعودية. تمام كده، ده بالنسبة للسؤال بتاع علي اكسبريس. سؤال الأستاذ عبد اللطيف هلالي، بعد إذنك 10% على خطوط الطيران مش موجود حاليا على الموقع. فعلا اللي هو الام ام اي ترافل ده خلاص اتشال، مكافآت الفي اي بي لو احنا دخلنا على الفي اي بي ريوردز 10% اللي هي بتاعت الام ام اي ترافل ما بقتش موجودة دلوقتي، اتشالت. وكمان ايوه، في عندنا بس التريب اكس او اكس او، وعندنا الانترتينر، وعندنا طبعا اللي هو دوبلي ترافل او البرايس لاين دوت كوم اللي هي الحاجات الكبيره والرهيبه، التخفيضات الجامده جدا. موقع ام ام اي ترافل بتاع ال 10% ما بقاش موجود خلاص، اتشال. اوكي، انا جايب الاسئله من بدايتها، اي حد بيبعت سؤال هوصل له دلوقتي. ممكن اعرف ازاي اعرف افضل عروض الطيران من مواقع الطيران الموجوده في دوفلي ترافل برايس لاين ولا هي دو... اه طيب السؤال ده انا عملت محاضره كامله، تدريب كامل على حجز تذاكر الطيران. انا ما اقدرش اقول ايه احسن موقع بيدي تذاكر طيران، انا لازم ادور، لازم ادور اخت مروه، مش كده؟ لان انا عندي مش ظاهر الاسم، ويتنج فور نيم، فهي يا اخت مروه يا الاخت هيفا، واحده فيهم، انا مش عارف مين فيها. اوكي طيب، فاحنا دلوقتي هنقول ايه، ثانيه واحده، مفيش حاجه اسمها افضل موقع لتذاكر الطيران. خلينا نغير، هنروح الامارات، نرجع تاني لبلادنا اللي احنا عايشين فيها، الامارات وطننا التاني. اوكي، تذاكر الطيران، نغير بس البلد كمان، نعمل اللغة بالعربي، العربية، ونشوف تذاكر الطيران ايه اللي موجود. وبدور يا جماعه، انا بدور على كل حاجه، ايه المانع ان انا اخش ادور؟ هاجي هنا تسوق حسب الفئه،
الرحلات الجوية وأسعار التذاكر. عندي كم موقع؟ ادي واحد الامارات فلاي دبي، اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين. 24 موقع موجودين تحت الامارات في تذاكر الطيران. ايه المانع ان انا ادور فيهم؟ هو اول مرة اللي هتدوروا فيهم، بس مرة في التانية هتلاقوا تعرفوا مين احسن حاجه. يعني انا هبقول لكم حاجه، انا بعمل ايه؟ انا دايما بروح على كلير تريب، بيدي ارخص حاجه، بدور على سعر التذكره فيه، لقيتها مثلا على طيران الاتحاد، بروح داخل على طيران الاتحاد واشوفه، واروح داخل على تجول واشوفه، وادخش على المسافر، واخش على رحلات، واخش على تشيب او اير. انا بجرب، انا ما اعرفش مين فيهم بيديني، لكن بعد مره تانية عرفت مين هو احسن موقع. فدايما انا عن نفسي محمد، انا بشوف طيران الاتحاد، بشوف المسافر، كلير تريب، فلاي دبي، الاماريتس، رحلات، تجول، تشيب او اير، دول معظم الحاجات اللي انا بشوفها. وكمان بروح فين؟ بروح على مكافآت الفي اي بي، بخش على برايس لاين اللي هو الفي اي بي ريوردز، احجز برايسلاين.com، احجز الان. يفتح لنا بس ثواني، يفتح دوبلي ترافل. كمان موضوع الكاش باك ده برضو بنقعد ندور عليه. يعني انت مثلا عندك كلير تريب بيديكي 3 دولار، برايس لاين يديكي 2.4 دولار، كلير تريب 3.3، رحلات بيدي 3% كاش باك. فانا بشوف السعر هنا وهنا وهنا، وقارن الكاش باك هنا وهنا وهنا، واشوف ايه الحاجات اللي احسن لي ايه واللي ارخص لي والكاش باك بتاعها عالي، وده اللي بختار منه. لازم نعمل الواجب بتاعنا. ايه الواجب بتاعنا؟ ان احنا بنذاكر، ان احنا بنتعلم. معلش استنى نخش تاني عشان نشوف بس دوبلي ترافل او لو برايس لاين. تمام، فلازم يا جماعه معلش هنتعب، هنتعب شويه، بس بعد كده بقى الموضوع طبيعي عادي زي ما انا بعمله اهو. انا الموضوع لما باجي ادور على تذكره طيران ما بياخدش مني الموضوع اكتر من 10 دقائق. تك تك، دخلت هنا، دخلت هنا، دخلت هنا، حسبت كل حاجه وانا قاعد معايا الورقه والقلم والكالكوليتر، حسبت هنا هاخد كام، هنا هاخد كام، هنا هاخد كام، ايه الحاجات دي كلها. تمام، لا دوبلي دوت كوم، هو دوبلي ترافل قصدك مش دوبلي دوت كوم. هو دلوقتي اتغير بقى في الفي اي بي راورز، اللي كان زمان دوبلي ترافل دلوقتي برايس لاين، لكن دوبلي دوت كوم ده الموقع ككل. لكن احنا بنتكلم على الفي اي بي اللي كان قبل كده دوبلي ترافل، اللي كان قبل كده دوبلي ترافل هو حاليا برايس لاين. وكمان بيدينا تخفيضات كبيره جدا وحاجات كتيره جدا، لان برايس لاين هو عامل سبيشال ديل واتفاقيه خاصه مع دوبلي. وهينزل كمان قريب ان شاء الله مواقع بتدي فنادق وزي علي اكسبريس وبوكينج وهوتلز، هيدي كمان الكاش باك بتاعها اعلى بكتير باذن الله. طيب نشوف الموقع، بس تقيل شويه معلش. طيب نقفل سوق، نقفل، نحاول نقفل المواقع عشان لا خلي الفيديو ده، الفيديو ده حلو ماشي. اوكي
تحت أمرك أخوي عبد اللطيف. طيب نشوف لغاية لما بس يفتح الموقع. جاوبنا هنا تحويل الكاش باك على الباي بال. ازاي تحويل الكاش باك على الباي بال؟ سهل جدا. اولا اختي منى لازم يكون عندك حساب على الباي بال. عندك حساب على الباي بال؟ لو مش عندك حساب على الباي بال لازم تعمليه. اوكي، عملت حساب على الباي بال ومتظبط وكل حاجه بتخشي على الكاش باك. خلينا نشوف دلوقتي عقبال ما يحمل دبل ترابل. اهو انا عندي كاش باك $157 افيلبل. لا تعالوا بقى بصوا، بصوا ادي جروبون اهو، المعامله اللي احنا لسه عاملينها حالا. جروبون 8/5 كاش باك، ما عداش نص ساعه، $74 كاش باك بتاعي كام؟ حوالي $10، $36. اهو جروبون اهو، مش ده كانت 321 بقت 331. 8/5 اللي هو الجروبون اللي احنا لسه عاملينه، رقم الاوردر بتاعي، تاريخ الحجز، لكل حاجه. شايفين العظمه اللي احنا فيها؟ بسم الله ما شاء الله. ادي الموقع نزل قدامنا الكاش باك في مسافه نص ساعه قدام عينيكم اهو. 8/5/2018. ما اعتقدش ان في حاجه احلى من كده بصراحه، ان انت تحجز الكاش باك بتاعك وفي نص ساعه يكون نزل لك الحاجه بتاعتك. شايف ده بقى اللي احنا بنوريه للناس، ده لازم اللي انت تعمله عشان تبقى مصداقيتك عند الناس عاليه وعشان الناس تشوف انت بتعمل ايه. اهو احنا قاعدين مع بعض، العمليه اتظبطت، نزل الكاش باك، كل حاجه مظبوطه، ما خدناش، ما كملناش ساعه يا رب من ساعه الحجز اللي تم بتاعنا. وشكم حلو، وشكم حلو، محاضره جميله بصراحه. على بركه الله. طيب كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في الباي بال. كنا بنتكلم في الباي بال. انا دلوقتي عندي $157 افيلبل، عايز احول على الباي بال. حاليا اهو اختار طريقه الدفع الباي بال. انا مسجل حساب، انا عندي حساب على الباي بال وضايفه هنا عندي. لو انا هضيف اضف الحساب بتاعي على الباي بال. اوكي، اختار طريقه الدفع باي بال. اهو انا عندي باي بال، هضيف الباي بال بتاعي. اوكي محمد، ده الباي بال بتاعي، هضيفه لو انا فرضا ان انا عايز. نيكست، الباسورد، هيروح على طول مرجعني على دوبلي تاني. اهو خلاص هنا كده. لو احنا نحول بالعربي عشان تبقوا برضو فاهمين موضوع الباي بال، بالعربي اختار طريقة الدفع. ماشي، هو بيقلب انجليزي يمكن عشان اوكي. الباي بال اهو، انا سجلت الباي بال بتاعي موجود هنا. انتر اماونت، ما دام انا عندي كاش باك افيلابل اكتر من $25 اقدر احوله. اهو شايفين مكتوب ايه؟ مينيمم اوانت اماونت $25 ريكوايرمنت. يبقى عشان احول الباي بال الاكونت بتاعي، احول الكاش باك بتاعي على الباي بال، لازم يكون على الاقل $25 متاحين. بروح حاطط الرقم بتاعي، عايز احول $100 $200 اي حاجه، وبعمل سبميت ريكويست او ادفع او اعمل عمليه الطلب. ده موضوع الباي بال يا جماعه بتاعنا بمنتهى السهوله. تمام كده؟ وضحت موضوع الباي بال؟ انا عامل حساب، انا عامل حساب على الباي بال. انا اصلا عندي حساب على الباي بال، بخش الباي بال. لو اللي عايز يعمل عليه حساب بيخش على باي بال، خشوا على جوجل باي بال، اكتب باي
او paypal.com واعمل عليه حساب فري اهو. دخلت على الباي بال، اعمل ساين اب، اعمل حساب على الباي بال وخش جوه بيرسونال اكاونت ولا بزنس اكاونت واعمل كل التفاصيل بتاعتك. تمام كده؟ طيب احمد، استاذ احمد بيقول ايه، هاجي لكم جاي. ضعف الكاش باك للفي في اي بي موجود، ضعف الكاش باك يا جماعه لازم تفهموا موضوع ضعف الكاش باك. واخت نعيمه الباي بال ما عندكوش في تونس، دي بصراحه ما عشان كده بقى الكارت بتاع دوبلي هيحل المشاكل دي. الكارت بتاع دوبلي ان شاء الله هو اللي هيحل المشاكل بتاعه الباي بال والناس اللي ما عندهاش حساب في البنك والناس اللي مش عارفه تطلع كريدت كارد. الكارت بتاعنا بتاع دوبلي حللنا باذن الله كل المشاكل. معلش نستحمل شويه لغايه لما ينزل الكارت، وساعتها كل البلاد سواء تونس المغرب الجزائر مصر، كل البلاد اللي هو مش عندهم مشاكل في مواضيع الكروت هتلاقي الموضوع اتحل جدا، والموضوع بقى جميل جدا معانا وخصوصا بعد الكارت بتاع دوبلي باذن الله. اوكي، الفري الفري ما بيحولش على الكارت لان الفري ما عندوش كارت. وبعد كده يا جماعه احنا لما نشرح الفي اي بي للناس ايه اللي هيخليه يرفض في اي بي اللي كانت قبل كده ب 99 دولار بقت ب 49، ايه اللي هيخليه يرفض ان هو هيبقى عنده كارت بيمشي في جميع انحاء العالم؟ ايه اللي هيخليه يرفض ان مشاكله كلها في خلال عشان تعامله مع البنوك والكروت دوبلي حلتها له؟ ايه اللي هيخليه يرفض لما اقول له الكارت ده هتحط فيه فلوسك العاديه وهيرجع لك فيه 4% كاش باك حتى لو من بره دوبلي؟ لازم يقبل، كل الفري لازم يقبله لو احنا حاطين في دماغنا ان هم هيقبلوا. لو احنا حاطين في دماغنا ان اللي احنا عندنا مش عند غيرنا، لو احنا حاطين في دماغنا ان الناس دي محتاجانا مش احنا اللي محتاجينهم. مفيش حد هنشرح له الفي اي بي ونوري له الكارت اول ما ينزل الا لما هيكون واقف عليكم بالطوابير عشان ياخدوا منكم الكروت بتاعت الفي اي بي. موضوع الكاش الفري الدبل كاش باك اللي ملخبط الناس كلها، عشان لازم تكونوا فاهمين يا جماعه يعني ايه الفي اي بي بياخد ضعف الكاش باك. ركزوا معايا كويس، ركزوا معايا كويس عشان ما تتلخبطوش. شايفين الارقام اللي بالاحمر دي؟ هو ده ضعف الكاش باك. احنا عندنا ثلاث عضويات في دوبلي. بصوا طريقة العمل عشان نعرف، عندنا ثلاث عضويات في دوبلي، عضوية بيزك أساسية وعضوية مميزة أهم قدامكم أهم، عضوية أساسية وعضوية مميزة وعضوية في أي بي. حلو، العضوية الأساسية دي مجانا، العضوية المميزة مجانا، الفي اي بي بفلوس. ايه الفرق ما بين المميزه والاساسي؟ اي واحد بيخش في دوبلي فري عضويه اساسيه اول ثلاث شهور دوبلي بتخليه مميز بريميوم ياخد ضعف الكاش باك. اللي هو فين ضعف الكاش باك؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الارقام اللي بالاحمر قدامكم دي، دي العضويه المميزه. ده تشجيعا من دوبلي بتقول لك انت دخلت النهارده فري المفروض تاخد نص الارقام اللي قدامك، يعني 8.4 هتاخد 4.8 او 4 او 4.8 او 4.6 4.7 الاربعه تاخد 2. دي الحاجات اللي انت المفروض كان بيزك بتاخد نصها، لكن دوبلي عامله لك عرض انك بتشجعك على التسوق في اول ثلاث شهور، انك بتديك عضويه مميزه بتديك الارقام اللي قدامك دي كلها بتاخد عليها الكاش باك. بعد ثلاث شهور
لو دوبلي لقيتك ان انت ما بتشتريش ومتسوق تعبان وما بيرجعلكش كاش باك وما بتعملش عملية شراء، من حقها تديك نص الارقام اللي بالاحمر انك ترجع عضوية اساسية بيزك. تمام؟ ده الفرق اللي هو ضعف الكاش باك. الفي اي بي كده كده هو مميز، يعني بياخد الارقام اللي قدامنا زائد 2% لانه واحد دافع فلوس. فاللي بيدفع فلوس هو بياخد اعلى حاجه، بياخد المميزه وبياخد كمان ال 2% بتاعت الفي اي بي. فعشان الناس ما تفتكرش لما تقول ضعف الكاش باك ان انا باجي اخد من نمشي 8.4، يبقى انا هاخد 16.8 زائد 2% في اي بي، يعني انا خدت 18.8. الكلام ده غلط غلط غلط، ويا سمحتوا خلي بالكم من اللي بتقولوه، لان كل كلمه بتقولوها بتثبت في دماغ المرشحين بتوعكم والناس اللي انتوا بتقعدوا معاها. انت قلت لي ضعف الكاش باك، فانت لازم تفهمه ان ضعف الكاش باك هو اللي اوريدي موجود قدامه، هو المفروض ياخد نصه، بس دوبلي بتديهوله عشان هو عضو في اي بي او هو عضو مميز دخل مجانا واشترى ورجع له كاش باك وعامل شغل كويس، فدوبلي بتخليه. بالامانه لحد دلوقتي انا ما شفتش دوبلي نزلت حد من البريميوم للفري للبيزك، انا ما شفتش دوبلي عملتها. كل الناس ما زالت لحد دلوقتي، حتى الفري اللي ما بيشتريش حاجه دوبلي بتدي له لسه الكاش باك بتاع البريميوم، بس وارد ان هي تنزله، دي على حسب سياسه الشركه وعلى هو المفروض ينزل، هو المفروض ينزل، بس دوبلي كريمه واحنا نستاهل. وضح موضوع ضعف الكاش باك؟ عشان ده عامل لخبطه كبيره جدا عند كل الناس. اوكي نشوف بقيه الاسئله. وجاوبنا على تونس وجاوبنا على الباي بال. يعني ممكن استخدم الكاش باك بتاعي لو زياده عن $25 في عمليه شرائيه جديده؟ لا، الكاش باك ما بستخدموش في عمليه شرائيه، الكاش باك يا اما بحوله على الباي بال. وعايزه تستخدم الباي بال في عمليات الشرائيه اوكي، او بتحوليه على دوبلي ماستر كارد لو انت في اي بي وتستخدميه برضو في العمليات الشرائيه اوكي، لكن الكاش باك اللي موجود قدامنا ده انا بحوله عشان اخده فلوس، ما بينفعش اشتري بيه اي حاجه. يحوله على الباي بال واشتري، يحوله على دوبلي كارد واشتري. اوكي كده؟ طيب وضحنا موضوع ضعف الكاش باك ودبل الكاش باك، وضحت الامور كلها كده. طيب نشوف بقيه الاسئله يا جماعه، ما هنشوف بقيه الاسئله. جاوبنا قلنا اللي هي العضويات بتاعه اللي هو الدوبلي الام ام اي ترافل اتشالت بعد التحديث، اتشالت مش موجوده خلاص. سؤال بيقول تقي الدين، تقي الدين عنده قسائم في اي بي لم تفعل بعد، وعقد السنه قرب يخلص، عقد السنه قرب يخلص، هل تبقى عندي بعد التجديد ولا لا؟ لا اخويا تقي الدين، لا انت معاك سنه كامله العضويات الفي اي بي دي موجوده في حسابك، لو عدى السنه عليهم وهم موجودين في حسابك بيتلغوا خلاص، بينتهوا لان هم صلاحيتهم لمده سنه. فانت قبل ما تخلص السنه لازم تكون يا اما بايعهم يا اما مديهم هدايا لحد يا اما مفعلهم، المهم ان هم يكونوا متفعلين. لكن ما ينفعش لو عدى عليهم يوم بعد السنه خلاص راحوا من عندك وما بيرجعوش. فدي نصيحه يا جماعه لكل واحد، اي حد عنده عضويات في اي بي وخصوصا بعد الحاجات الجديده اللي نزلت بتاعت الفي اي بي سهله جدا انكم تبعوهم، يعني اي حد قرب السنه بتاعته تخلص
وعنده عضويات في اي بي لازم تبيعهم او بتديهم لقرايبك او بتتصرف فيهم او بتفعلهم ايا كان، بس ما ينفعوش يبقوا في حسابك لانه خساره. خساره ان هم اديهم هدايا، لو مش لاقي حد يشتريهم اديهم هدايا في فيد الناس، بس خلي الناس تستفيد ويدعوا لك بس على الاقل يعني. اوكي، والعضويه الفي اي بي ان شاء الله لو انت فاضل يوم على تاريخ السنه بتاعك وفعلت عضويه في اي بي بتديك سنه من تاريخ التفعيل. يعني انت العقد بتاعك يخلص يوم 5/12، يوم 3/12 لو فعلت عضويه في اي بي تديك سنه لمده 3/12/2019. اوكي كده واضح؟ طيب خلونا بقيه الاسئله ونيجي للسؤال بتاع الطيران ده. الطيران بتاعكم ده مملكم مشاكل، حاضر من عينيا الاثنين. في سؤال هنا بيقول استاذ كمال، اذا يجب علينا ان نقوم بعمليات شراء فقط من البلد الذي نحن متواجدون فيه للحصول على الكاش باك؟ نظريا ايوه، المفروض بنشتري من البلد اللي احنا مسجلين فيها عشان يرجع لنا الكاش باك. انا مسجل تحت الامارات فانا بشتري من الامارات والمحلات الموجوده في الامارات عشان يرجع لي كاش باك. ايوه مظبوط مليون في الميه، لكن في بعض الحاجات بيرجع لنا كاش باك من بره. ازاي؟ مش اكيد، عشان ما تقولوش محمد قال ان هو اكيد، مش اكيد بس لحد دلوقتي بيرجع. انا دلوقتي مثلا دايما بشتري من hotels.com، لان hotels.com في الدنمارك اعلى نسبه كاش باك. بغير البلد من تحت وبروح الدنمارك وبحجز على hotels.com من الدنمارك وبينزل لي كاش باك. ممكن تظبط ممكن ما تظبطش، انا خدت الريسك، خدت المخاطره وقلت هجرب، ظبطت خير وبركه، ما ظبطتش انا مش خسران حاجه، يبقى بعد كده المره الجايه هعرف. ولحد دلوقتي الحمد لله شغاله كويس وظابطه معايا. تمام؟ في جماعه اصحابي، في جماعه معانا في الفريق، في ناس جم راحوا اشتروا تذاكر طيران من مواقع بره من امريكا ورجع لهم كاش باك. في ناس اشتروا من موقع اللي هو فلاي دبي في الامارات وما رجع لهمش كاش باك وهم مسجلين في مصر، فتحت على حسب. في ناس بتشتري حاجات من امريكا، بتشتري ايه مثلا؟ من وول مارت، راح عند وول مارت واشترى مثلا شوز، اشترى برفانات، اي حاجه. المواقع اللي بره المول بتاعك ايه اللي يخليها تدفع لك كاش باك وما تدفعلكش كاش باك؟ اللي بيخليها تدفع لك الكاش باك ان انت شحنت من الدوله اللي الموقع مسجل فيها لنفس الدوله. يعني انا عندي وول مارت مثلا، خلينا لو نروح لامريكا كده، امريكا، معلش واضح ان الموقع طهق مننا يعني. ادي وول مارت، وول مارت ده بس موجود في امريكا. حلو؟ طب انا عايز اشتري حاجه من وول مارت. طب وول مارت عشان يديني الكاش باك لازم ان انا هشتري من وول مارت ويروح على عنوان في امريكا. طب هو انا عندي عنوان في امريكا؟ لا انا ما عنديش، بس انا جات لي خدمه عملتها ارامكس اسمها شوب اند شيب، اكيد كلنا نسمع عنها. شوب اند شيب دي خدمه عاملاها ارامكس بتدينا، ادي شوب اند شيب، لما نخش على شوب اند شيب، خدمه عاملاها ارامكس بتديني 22 موقع حوالين العالم، بيبقى لي عناوين هناك، بيبقى لي عنوان في امريكا وفي انجلترا وفي المانيا وفي فرنسا وفي دبي وفي كل حاجه، كل البلاد بيبقى لي عناوين فيها 22. فلما انا بحب مثلا اشتري حاجه من امريكا، من موقع في امريكا، والموقع ما بيوصلش الامارات، فانا بحط عنوان شوب اند شيب بتاعي في امريكا وهو الموقع يوصل على امريكا
وامريكا وشوبان شيب اللي هي تبع ارامكس تجيبه لي لغايه عنواني هنا في الامارات. دي الناس بتعملها وبتاخد الكاش باك بتاعها عادي، الحمد لله الكاش باك بتاعهم منتظم ما فيش اي مشكله، بس برضو مش اكيد، مش اكيد. الاكيد ان انت الكاش باك بتاعك هتاخديه من البلد بتاعتك، لكن بره انت وظروفك بنسبه كبيره جدا بيرجع، وفي ناس ما بيرجعش. اوكي، واضح كده الموضوع؟ طيب نشوف الاسئله الثانيه وبعد كده ننزل على الاسئله الجديده، نشوف موضوع احنا كنا بنتكلم ان احنا بنشتري من بره. اوكي ثانية واحدة. انا بنزل في الاسئله معلش. مقارنه بالشركات الخارجيه على الصفحات الاساسيه بتاعتها، الطيران مقارنه بالشركات الخارجيه على الصفحات الاساسيه بتاعتها بتبقى اغلى من دبلي، ايه حلها؟ لا مش فاهم، يعني انت لو دخلت على طيران الاتحاد، لو انت دخلت على طيران الاتحاد من بره دبلي ودخلت عليه من جوه دبلي بتلاقي في فرق في السعر؟ هل ده قصدك السؤال اختنا مروه؟ طب ما نجرب كده، تعال يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جاي النهارده هنشوف، نروح على الامارات نغير البلد نرجع بلدنا تاني اللي نعرفه احسن. تمام، نرجع الامارات بلدنا نشوف اسعار تذاكر الطيران، بدور على ايه؟ شوب باي كاتيجوري، اير فير اند فلايتس. هخش على طيران الاتحاد. اوكي انا هنا عشان ابو ظبي، ندور ادي طيران الاتحاد. اختنا مروه بتقول ان في ناس بتقول ان الحاجات بره غير دبلي، طب نشوف هنا جو تو ستور. ادي طيران الاتحاد، معلش اعذروني هكتبه بالانجليزي عشان اسرع بالنسبه لي، الموضوع هيكون سهل يعني ما فيهوش حاجات كبيره. ابو ظبي، كايرو. اوكي لو حد عنده حته تانية عايزين نبص عليها اوكي قولوا لي. ريتيرن تيكت السفر يوم 23/5، العوده يوم 1/6. اوكي ايكونومي شخص واحد، جميل. ريتيرن سيرش فلايتس، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هنختار الطياره اللي احنا بنسافر الساعه 10 صباحا او 11 ل 10 من ابو ظبي. اوكي ادي الاسعار قدامنا اهو، 11 10 ل 10 من ابو ظبي، 11 ل 10 بتوصل مصر الساعه 12 ونص و5. اوكي اخترت دي اللي هو الايكونومي كلاسيك. في الرجوع هسافر من هسافر الساعه 11 و1 ونص، اوصل هنا الساعه 7 830 ايكونومي كلاسيك. ايكونومي كلاسيك
اوكي السعر بكل حاجه بالضرايب 1485. اوكي كده واضح تمام. هنا على موقع اللي هو طيران الاتحاد اللي جوه دبلي. نطلع بره خالص. اتحاد ايرلاينز. اتحاد مش ده اتحاد دوت كوم؟ هو ده، ده الاوفيشال ويب سايت اتحاد ايرلاينز. ادي الاتحاد. اوكي ابو ظبي كايرو. ولا اقول لكم حاجه عشان ما نقولش ان في، احفظوا التواريخ 23/5/16 التذاكر ترى عشان هقفل دوبلي خالص. 23/5/16 تذكره المواعيد 10:50 الرجوع 13:30 السعر الإجمالي 1485 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك فلايت قفلنا. ليف يس هنا قفلنا. ادي دوبلي ساين اوت من دوبلي. كل ما يتعلق بدوبلي قفلناه. وهقفل الصفحة بتاعت دوبلي. اوكي مفيش أي حاجة مفتوحة لدوبلي. وهخش اهو دلوقتي من بره خالص. وهعمل ريفريشمنت. ريفريش. ريفريش. قفل قفل قفل. نقفل كل حاجة. تحت أمركم جميعا. نقفل. ريفريش. عملنا ريفريش. نيو تاب. اتحاد ايرلاينز فين؟ ادي اتحاد ايرلاينز، اتحاد ايرويز تمام. وهو نفس الموقع، ادي الموقع اهو جميل. ابو ظبي كايرو 23/1/6 لان احنا كنا لسه داخلين عليه. اوكي نفس الموضوع سيرش فلايتس. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل اخترنا الساعة 11 ل 10 الصبح. جميل ايكونومي كلاسيك. الرجوع اخترنا الساعة 1:30. السعر 1485 نفس سعر دوبلي. ممكن اعرف مين اللي قال ان الاسعار بره؟ يعني انتوا شفتوها بنفسكم؟ انت شفتيها بنفسك اخت مروة؟ ما اهو قدامكم اهو. فين؟ على اي شركه؟ قولي لي على اي شركه. ايه الشركه اهو احنا عملناها اهو. ايه الشركه اللي انت اتجربتي عليها ولقيتيها مختلفه بره دوبلي غير دوبلي وتكون موجوده في دوبلي؟ اهلا يا اميره. خلي دعاء توريها لنا مفيش مشكله. ابعتوها لي. ابعتيها لي يا اميره. على رحلات ماشي ده حاجه تانية. اوكي انا بتكلم على الموقع الاصلي. مواقع رحلات وكده. لا مواقع رحلات جوه دوبلي زي بره دوبلي مفيش مشكله. بس ابعتوا لي السكرين شوت ده. الحاجات اللي انتوا شفتوها بره دوبلي وجوه دوبلي لو نفس الموقع بره وجوه في اختلاف ابعتوها لي. لان انا عمري ما لقيت بصراحه. لا في نقطه لو رحلات اعلى من طيران الاتحاد ده جايز وارد. لكن انا بتكلم جوه وبره. لو احنا دخلنا على رحلات من بره دوبلي ودخلنا على رحلات جوه دوبلي انا بتكلم لو موقع لموقع اوكي. لكن انا ممكن هلاقي على طيران الامارات او على الاتحاد سعر وعلى رحلات سعر تاني. ده وارد ده مفيش مشكله. لكن انا بتكلم على نفس الموقع بقارن بره وجوه ولو في اي مشكله
يبقى ساعتها هنشوفها. اوكي تمام يا أميرة. طيب نخش على بقية الأسئلة. أستاذ أحمد، هل شركة دوبلي الوحيدة في العالم اللي شغالة بهذا النظام، الوحيدة اللي بتعمل أفليت ماركتينج أو شغالة كاش باك؟ أستاذ أحمد، في شركات كتيرة بتشتغل أفليت ماركتينج وكاش باك، بس كل الكاش باك لوكال. لوكال يعني هتلاقي مواقع في أمريكا، هتلاقي مواقع في إنجلترا، هتلاقي مواقع في الصين، بيديك في البلد بتاعته. لكن مفيش شركة بتديك كاش باك عالمي في أي مكان في العالم غير شركة دوبلي. المواقع التانية بتبقى لوكالز، عندهم مواقع مثلا ممكن 1000 ستور 2000 ستور، تمام مفيش مشكلة. بقى الكاش باك ده جلوبال كونسبت، اسلوب عالمي. الكاش باك ده اسلوب عالمي، الناس كلها بتدور انها تجذب المتسوقين ازاي، زي الكريدت كارد. كل البنوك دلوقتي بقى تتجه ان يديك كريدت كارد بيدي كاش باك عشان اخلي الناس تيجي عندي. فالكاش باك ده مش يعني دوبلي وغيرها بيعملوه، بس احنا دوبلي متميزين، احنا عندنا اللي مش عند غيرنا، احنا عندنا كاش باك في اي مكان في العالم. الشركات التانية بتبقى محلية في البلد اللي هي فيها او في الريجون اللي هي فيها. اوكي جماعة، الصوت ضعيف، ممكن نشيك على الصوت، في اي مشكلة في الصوت يا جماعة؟ الصوت واضح مدام حكمة، الصوت واضح، يمكن النت عندك فيه مشكلة، يمكن النت عند حضرتك فيه مشكلة، الصوت واضح جدا. أنا حاول أعلي صوتي وتمام. أوكي أستاذ ناصر في لبنان بيقول لي في محلات في لبنان، محلات خاصة بتدي كاش باك، تمام جميل، في حاجات لوكال كل بلد فيها جزء. مع هنا في حاجات كتيرة بتدي كاش باك، في كروت بتدي كاش باك هنا في الإمارات عادي، في مواقع بتدي كاش باك، بس محدش بيدي اللي عندنا. محدش بيديك اكبر شركات في العالم والشركات اللي كل الناس بتشتري منها وبيديك كاش باك منها في اي مكان في العالم. اوكي طيب نيجي للسؤال الثاني. شوب اند شيب، خدمة شوب اند شيب تبقى غالية ولا مصاريف الشحن؟ مصاريف الشحن بتاعتها بالكيلو على حسب هم محددين يا أميرة. شوب اند شيب بتخش عليها لما بتعملي عليها اكاونت بيقول لك مصاريف الشحن، بتشحني مثلا من امريكا للامارات لمصر الكيلو بكذا، الاثنين كيلو بكذا، الثلاثة كيلو بكذا، كل حاجة وليها سعر الكيلو بتاعها، وكل بلد وعلى حسب بتشحني من فين لفين. فشوفيها، خشي وتقارني وشوفي الارخص لك ايه. في شركات تانية ممكن بتبقى برضو ممكن تبقى ارخص من شوب اند شيب، في شركات اغلى، انا ما اعرفش بصراحة كل الشركات بتاعت الشحن. استاذ عبد الفتاح هلالي، 10% بتاعت خطوط الطيران اتشالت خلاص ما بقتش موجودة، دي خلاص بعد التحديث الجديد بتاعت MMI Travel ال 10% مش موجودة، اتشالت. اوكي نيجي استاذ احمد حليم، سؤال اخر، ممكن تعريف للأفليت ماركتينج؟ هل شركة دوبلي مثلا عملت تعاقد مع جوميا ان اي حد يشتري من جوميا من خلال دوبلي هياخد كاش باك، ام شركة دوبلي فقط صممت الموقع ودخلت الافلت بتاع جوميا من غير علمها، ام علمها جوميا كمثال؟ ما اعرفش استاذ احمد سؤالك، ما اعرف، ملوش اجابة عندي. خليكم معايا يا جماعة ثانية واحدة معلش، عشان بس التليفون من المصنع، ثانية واحدة. الو
معلش يا جماعه انا اسف بس كان تليفون من المصنع عندي. طيب انا استاذ احمد اجابه سؤالك مش عندي. اوكي الافلت ماركتنج انا ممكن اعرف لك على حسب معلوماتي البسيطه يعني ايه الافلت ماركتنج. يعني دي شركات بتتعاقد مع محلات بتعمل لها دعايه بتعمل لها تسويق وبتاخد منها عروض بتديها للناس، تمام؟ زي بتحط جوميا بتحط حاجات بتحطها في حاجات كتير عشان الناس تعرفها. واحد من شروط ان المواقع تخش دوبلي ان هي تكون متعاقده مع واحده من الافلت نتورك من الشركات اللي بتعمل افلت. غير كده انا ما اعرفش اجابات. ومعلش يا استاذ احمد انا ما يهمنيش، معلش انت هتفرق ايه مع حضرتك انك تعرف ان جوميا داخله مباشره من دوبلي ولا داخله عن طريق افلت نتورك؟ ايه الاستفاده اللي هتفيدني انا او هتفيد حضرتك او هتفيد اي حد من الفريق ان يعرف جوميا دخلت ازاي؟ محدش هيستفيد حاجه. ما دام جوميا بتنزل لي كاش باك وبشتري من جوميا وسعر جوميا بره دوبلي هو سعر جوميا جوه دوبلي، ولما بعمل بطلب حاجه بطلب الكاستمر سبورت بتاع جوميا وبيردوا عليا والبضاعه لو كانت غلط برجعها وبيرجع لي فلوسي وبدفع عند الاستلام وباخد الخدمه بتاعتي كامله سواء جوميا او غير جوميا، انا يهمني ايه دخلت ازاي مع دوبلي؟ ما يهمنيش، وما يهمنيش ان انا اشغل دماغي بيها. حق تعاقدات شركات، يعني حتى لو السؤال ده يا جماعه اتسال لكم انا مالي؟ انت هتستفيد ايه ان عرفت ان جوميا دخلت مباشر من دوبلي؟ استفدت ايه؟ عرفت ان جوميا دخلت من افلت نتورك، استفدنا ايه؟ عرفنا. طب وبعدين ايه الاستفاده عليا؟ الاستفاده بتاعتي ان لما بخش اشتري من جوميا باخد كاش باك، ده اللي انا عايزه. الكاش باك بتاعي بينزل خير وبركه الحمد لله، الكاش باك منتظم منتظم، الاوردر واصل تمام تمام، دفعت الناس لجوميا لما جم سلموني دفعت، بس كده ولا حاجة تانية تهمني. أي حد يقول لي يا عم أنا ما يهمنيش، زي ناس سألتني برضو على الكريد على الماستر كارد، ليه البنك هيديني 4% كاش باك؟ قلت له وأنا مالي؟ وأنا مالي؟ البنك بيديني دوبلي عملت اتفاق مع البنك أو الشركة اللي هتطلع لي الكارد ادتني 1% ولا 4% ولا 10%، أنا تفرض معايا إيه؟ أنا تفرق معايا إيه؟ أنا ما تفرقش معايا في حاجة، مش أنا باخد الخدمة بتاعتي وبدفع بالكارت وبيرجع لي كاش باك؟ إيه بقى طريقة الاتفاق ملياش فيه وما تهمنيش، لأن هي لا هتزود حاجة ولا هتنقص حاجة. خدت 10% كاش باك، خدت 1% كاش باك، خدت 100% كاش باك، الشركة ادتني خدمة وأنا هقول لهم شكرا. زي دلوقتي لو جالي الكارت البنك بتاعي ومطلع خدمة كاش باك على الكارت وبروح بستخدمه، طب ما أنا بستخدمه وباخد كاش باك، أقول لهم ليه بتدوني كاش باك؟ عشان أنا عضو في البنك؟ طيب أوكي، ما أنت استفدت إيه مني يعني؟ أنا كده كده دفعت الفلوس يعني، اديتني 10% ولا 2% كتر خيرك. انت جايب الاتفاق ازاي؟ ما يهمنيش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي هيفا، تحت امر. جماعه في لو في حد عايز في الجزائر بتقول لي اختي هيفا الصلاه في الجزائر، حد عايز يروح يصلي ونكمل بعد كده؟ احنا انا ما عنديش مشكله ان احنا نكمل. عايزين تقفوا بريك تاني صلاة؟ ما عنديش مشكلة، ما فيش مشكلة أبدا يعني. اللي يريحكم يا جماعة، اللي يريحكم. طيب أوكي يا جماعة، وضحت كده موضوع الأفلت نت ماركتينج والأفلت نتورك وأنا يهمني إيه. طيب نيجي سؤال أستاذ محمد الشهاوي بيقول في شيخ في مصر بيقول أن عضوية الماركتير دي حرام لأن فيها شبهة ربا. طيب اوكي يا استاذ محمد، العضويه اللي انا بدفعها اللي هي قصدك ال 600 دولار ان انا عشان اخش ابقى مسوق لدوبلي صح؟ هل قصدك هو على العضويه دي؟
صح تمام. طيب انا ال 600 دولار ايه شبهه الربا اللي انا خدتها فيها؟ معلش ما هو كل واحد، انا سمعت حاجات كتير وسمعت حاجات كتير بتقول الموضوع حلال والموضوع حرام، ومن شيوخ هنا ومن شيوخ هنا. تمام، انا دلوقتي بنقول شبهه الربا او شبهه اللي هي الحرمانيه، انا رايح اشتري ايه؟ انا رايح اشتري حاجه معلومه المصدر، معلوم ثمنها، ببيعها بنفس سعرها. اشتريت عضويات 12 عضويه اشتريت عضويه دوبلي. معلش الاول، انا دلوقتي مهمتي ايه في دوبلي؟ مهمتي تسويق، صح؟ بسوق ايه؟ بسوق الموقع بتاع دوبلي لدوبلي، اديته تحت الرابط بتاعي، ان بدل ما انا بروح لكل المحلات، انا النهارده استاذ محمد حبيت اعمل مول، مول تمام، مول سيتي ستارز، اي مول، وهعمل المول ده وهأجر المحلات اللي فيه، بس الاول بقى هبني المول وهروح اتفق مع اديداس ونايكي وييجو وكل الحاجات دي كلها، هتخش هيدفعوا لي فلوس تمام، بس عشان ابني المول بتاعي واروح اتفق مع المحلات دي انها تيجي عندي ويدوا كاش باك للناس، اوكي، هييجوا يقعدوا عندي مجانا في المول بس هيدوا كاش باك للناس، هاخد وقت قد ايه ومجهود قد ايه وفلوس قد ايه؟ كتير. دوبلي عملت موقع حلو جميل، تمام، حلو وجميل الموقع. طيب قالت لي يا محمد ادي الموقع موجود قدامك، في مميزات 1 2 3، انت مهمتك انك تسوق الموقع عن طريق الورد اوف ماوث، انت بتتكلم مع ناس بتعمل دعايه، بدل ما احنا في دوبلي نعمل دعايه في التلفزيون وعلى النت، انت اللي تعمل دعايه وهنشاركك في الكوميشن. حلو حلو، مش هتشتغل براتب يا محمد، هتشتغل بعموله. حلو حلو، بس انت بقى ايه، انت دلوقتي بتشتري بتبقى سيلز، احنا بنديك تارجت تعمله، بتبيع العضويات الفي اي بي، بتشتريها باقل من ثمنها، بتشتري الموقع بتاعك باقل من ثمنه. ليه؟ انا باخد العضويه اللي هي الرخصه ان انا بقيت وكيل، او اللي هي تصريح مزاوله المهنه، لان في ناس بتقول لك الوكاله مش كده، العقد اللي بيني وبين دوبلي، دوبلي قالت لي يا محمد عشان تبقى تسوق عندي او تبقى واحد، تبقى مسوق بتدفع لي 100 دولار مره واحده. امال انا، انت هتشتغل تحت اسمي كده ببلاش؟ لازم بتدفع لي حاجه. تمام، دفعنا الدولار 99 دولار، وبتقول لي بتاخد 12 عضويه في اي بي بحق 10، يعني ال 12 نضرب، معلش خليكم معايا بقى ثانيه واحده كده، ال 12 في 50 ب 600، انا باخدهم ب 495، يعني انا واخدهم ب اقل. انا جاي لك استاذ محمد في كل حاجه، عموله على التيم وعموله على التوازن وكل حاجه، لان احنا في دوبلي عندنا نظام متكامل، وخدت 4 كورسات عشان اكون واحد ليدرشيب تريننج، الكورسات دي لما هتروح نشتريها من بره هتبقى غاليه، وخدت كورسات من دوبلي اكاديمي، ناس بتعلمني حاجات كتيره، خدتها يمكن باكتر من 2000 دولار، دفعت فيها 600 دولار، ده انا بس عشان اخد اسم الموقع واسوقه باللينك بتاعي واخلي الناس تخش على اسمي والموقع ده كله يبقى تحت اسمي انا، ممكن ادفع كام يا استاذ محمد؟ ممكن ادفع كتير، ملايين، كل اللي دفعته 600 دولار. حلو، وبعت العضويات الفي اي بي بتاعت ال 12 ورجعت فلوسي واستفدت بالكورسات واستفدت بالحاجات دي كلها. جميل جدا. النهارده يا استاذ محمد انت رحت فتحت مطعم، حلو، فتحت مطعم، مطعم ما فيهوش اي مشكله، وبتعمل بقى كشري وحواوشي والحاجات دي كلها، وعزمت اصحابك ان هم ييجوا ياكلوا عندك، افتتاح، تعالوا يا جماعه كلوا عندي، وجم الجماعه، والله يا محمد 100 100، ده انت زي الفل، المطعم بتاعك حلو وكل حاجه. على فكره الاسم محمد الشهاوي، يعني هو الاسم ده، ما انت حضرتك من اسكندريه؟ لان اعرف واحد برضه محمد شهاوي في اسكندريه،
انت حضرتك من اسكندريه؟ ولو من اسكندريه هو يمكن فيه. لا اه يبقى ماشي اوكي. وما كنتش في هندسه اسكندريه ولا اي حاجه يعني. لان هشهاوي اسمه برضو كان منتشر شويه، كان عندنا في اسكندريه يعني. اوكي حضرتك رحت فتحت المطعم وعزمت الناس على الافتتاح والناس جم واكل 100 100 يا استاذ محمد وكل حاجه تمام خلاص تمام، ولا يهمك ولا يهمك. صادق والله صادق صادق. طيب يا جماعه يا احمد يا محمود يا مصطفى، ايه رايكم هعمل معاكم اتفاق كل واحد فيكم يجيب لي اصحابه واخواته ليه عندي كل فاتوره ب 100 درهم ب 100 جنيه ليه عندي طبق كشري. كل واحد فيكم هيجيب لي فاتوره ب 100 جنيه ليه طبق كشري او ليه 10% من الفاتوره. انت شغلت الناس عندك دعايه بايه؟ بالعموله، لان هو هيجيب لك اصحابه ياكلوا، هما مش هيضحك عليهم، هيجيبهم ياكلوا لان هو ده الاكل عندك ولقاه حلو واكلك حلو يا محمد. هنجيب لك. راح تاني يوم مصطفى جايب لك 5 من اصحابه واخواته كده و10، يا محمد تمام والناس 100 100 مصطفى 10 جنيه يا اما تاخد بيها طبق كشري، عمولتك اهي. مره في الثانيه مصطفى شغال بقى عمال كل يوم يجيب لك 10 ومحمود يجيب، وعلى كل 100 جنيه بتدفع لهم عموله، لان ايه؟ هو عمل لك دعايه وبيتعب انه بيجيب لك الناس دي، فايه المانع ان انت بتدي له عموله؟ حلو؟ راح مصطفى لقى ان الموضوع كبر. مصطفى لقى ان الموضوع ما شاء الله وانت بقيت تدي عمولات، راح جايب اخوه محمود قال له يا محمود تعالى هتشتغل معايا ونجيب ناس ياكلوا عند محمد، وكمان هخلي محمد يديك عموله بس انا كمان هاخد نسبه من العموله بتاعتك. ليه؟ لان انا هشتغل معاك وانا اللي عرفتك الشغل، وانا برضو اللي هعمل لك دعايه معايا في الشغل. بقى مصطفى بياخد 10%، مصطفى بياخد 10% من محمد، ومحمود بياخد 10% من محمد هي هي تمام. بس عشان محمود خد من محمد من المطعم صاحب المطعم، راح مصطفى قال له ايه؟ قال له انا اللي جايب محمد، ما انت كنت هتعرف محمد من فين، ومحمد بدا يجيب لك ناس كتير، فانا تديني نسبه من اللي انت بتديه لمحمد. محمد هياخد او محمود هياخد نسبته كامله، ومحمد وانت يا مصطفى هتاخد نسبه من اللي انت بتدفعه، انت بتزود مصاريف دعايتك. ده نفس المبدا، انا باخد عموله على التيم. هو انا اللي انا بعمله ده، سيبك من التوازن، التوازن جايين عليه. الفريق اللي بيخش تحت مني، هو انا مش بقعد اشرح واتعب ووريهم وبضيع وقت وبنزل اقابلهم ومجهود وفلوس وكل ده عشان اعلمهم او ان انا بشرح له البيزنس، مش من حقي ان انا اخد عموله؟ مش من حقي؟ ازاي؟ لازم يبقى ما دام انا بشتغل وبتعب، لا غشيت حد ولا اجبرت حد انه يشتري منتج معين حصري عندي، ولا ان المنتج بتاعي سعره اغلى من قيمته، ولا ان انا عشان لبست في الحيطه بلبس الناس التانيين زي ما انا لبست، اللي هو كل مساوئ شركات التسويق الشبكي او النتورك ماركتنج اللي هي بعيده عن دوبلي وبعيده عن المهنيه. ما بقولش ان كل شركات التسويق الشبكي نصاب، لا، بس انا ضد مبدا الاحتكار وضد مبدا الغش. اه في شركات كتير بيبقى عنده منتج او اتنين وبيجبرك انك تشتريه، انت مش بتشتري المنتج، انت بتشتري فرصه البيزنس عشان تعمل فلوس. انا اللي دخلني في دوبلي الكاش باك اللي انا كان بيرجع بعد ما شفته بعينيا، وقعدت 3 شهور مراتي بتجري ورايا عشان اسمع، وانا الكلمه اللي على لساني نصابين، انتوا نصابين، مش قاعد بسمع، رغم ان انا بشتري كل حاجتي اونلاين. لما اشترينا اونلاين ولقيت ان في كاش باك بيرجع، طب ما انا كده كده بشتري الاونلاين، ما الاونلاين لان انا حياتي كلها اونلاين. حلو ان موضوع ان الفلوس ترجع لي،
مره العاب لشاهد بنتي، مره تذكره طيران. لا الموضوع كبير بقى، نفهم، فهمنا الموضوع. طب الموضوع، لا الموضوع حاجه تانية خالص. ايه الشغل اللي انا ممكن افتحه في الدنيا ب 600 دولار؟ يعني مفيش اي مجال. يعني انا لما جيت شرحت الاستاذ محمد شهاوي وريت له عضويه الفري، مفيش شركه بتكون حرام او نصابه بتدي حاجه فري الناس بتستفيد منها. وريتك العضويه الفي اي بي بكل مميزاتها، قلت لك عايز تخش فري خش، عايز تخش في اي بي خش، انا مبسوط انا كسبان. عايز تعمل بيزنس ويبقى عندك فريق كبير من المتسوقين، اتفضل، او من الاعضاء، ادي الطرق بتاعتك. لما انت تجيب، انا واحد من الناس دخل بي بي اي، اوكي، لما انت تجيب تروح على بنك وتعرف مدير بنك وتقعد تعمل معاهم اجتماعات وعشان يشتروا الموقع بتاع دوبلي، عشان البنك يدخل له مصدر دخل اضافي، عشان دي جمعية خيرية عايزة مصدر دخل اضافي، وتشرح لهم دوبلي وتتعب معاهم وتعمل برزنتيشن، والشركة او البنك او الجمعية يستفيد، يقتنعوا ويخشوا معاك، ويبقى عندهم الشوبينج مول بتاعهم تحت اسمهم، والناس بتتسوق، اعضاء البنك او اللي هم زباين البنك او اعضاء الجمعية، وبيرجع لهم كاش باك، والجمعية بتستفيد، بقى عندها خدمة قدمتها للناس ودخلتهم. اللي عايز يخش مجانا يخش، اللي عايز يخش في اي بي يخش. الشركات ما عندهاش نتورك. اللي عايز يخش، انا عملت لك خدمة مش لازم استفيد منها؟ وانا ما بجبركش انك تعمل حاجة خارجة ولا حاجة مش مظبوطة ولا حاجة غير قانونية، بقول لك اشتري وخد كاش باك. خدت الكاش باك بتاعك، دوبلي بقى بتديني انا كشركة العمولة بتاعتي، لان انا جبت متسوقين. انا الشخص اللي اقنعتكم وقعدت معاكم شهرين ثلاثة بجري وراكم وبشرح لكم، ولسه البداية لما هنبدأ نشتغل ما يطلع ليش عمولة منكم؟ لا يبقى حرام المجهود ده كله. دوبلي بتقول لي انت بتتعب بتلاقي، خلص الديل بتاعك قفله، بتاخد العمولة بتاعتك، شكرا يا محمد اتفضل. تمام، ده بالنسبة للتيم. طب عمولة التوازن، بنيجي عمولة التوازن دي ايه الغرض منها؟ الغرض منها ان الفريق بيساعد بعضه، ان مش شرط ان انا اكون الناس اللي تحت مني او الناس اللي جات تحت مني انها مباشرة، لا انا بساعد الناس. يعني انا عندي فريق شغال معايا، شغالين معايا فريق جامد جدا ما شاء الله في اسكندرية، الفريق ده كل نازل لنا سبيل اوفر مش دايركت مننا، شغالين معاه كأن احنا بالظبط احنا مؤسسين الفريق، لان الفريق ده كل ما بيكبر وانا بتعب معاهم وهم بيلاقوا انا بستفيد، رغم ان انا بستفيد بس في التوازن في الباينري، بس الباينري هنا وباينري هنا. اوكي طيب، الباينري ده احنا بنستفيد منه فين؟ بنستفيد منه لما بيكون في توازن. الشركات التانية، اوكي، الشركات التانية لازم يكون الناحيتين متساويين او في توازن. طب لو ناحية وقفت بستفيد؟ ما هو ده بقى اللي كان رد الشركات التانية او الناس اللي بتقول حرام، ان انت لازم تجيب اتنين ويمين وشمال وتوازن، لكن لو عندك ناحية ماشية وناحية وقفت بتستفيد من الماشية؟ اه بستفيد من الماشية، لان بشتغل معاهم برضو وهم بيكبروا وانا بيرجع لي جزء من البونص بتاعهم. طب لو الناحيتين وقفوا، التوازن وقف، بستفيد ولا وقفت ارباحي؟ بستفيد من الكاش باك بتاع كل الناس. يبقى مش شرط ان انا يكون عندي توازن. انتوا عارفين ان انا في ناس دخلت دوبلي مش عشان تشتغل نتورك، ما بتشتغلش توازن، بتشتغل شوبر متسوقين بس. هو بيقول لك انا مش شايف نفسي في النتورك، انا شايف نفسي في الشوبر، يجيب بقى شغال ماركتنج كامبين وحاجات، هو بيعمل حملات دعائيه وينزل على الويب سايت وينزل 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 على السوشيال ميديا وبيجيب متسوقين. يقول لك انا ده اللي انا عايزه، انا غرضي اجيب مليون متسوق. خلاص، لما هاخد على كل واحد فيهم 10 سنت في السنه، مليون متسوق ادي 100,000 دولار وانا قاعد معزز مكرم في بيتي والناس بتشتري اللي هي عايزاه.
فاحنا عندنا في دوبلي كل حاجه. عايز تشتغل نتورك موجوده، والنتورك مش حرام لان انت بتتعب فيها وبتشتغل فيها وانت بتعمل مجهود وما بتضحكش على حد ولا بتغش حد، وعندك سلعة معلومة المصدر معلومة السعر كل حاجة فيها واضحة. فما اعتقدش ان في اي حد يقدر يقول. وانا سمعت من يومين كانت برضو حلقة عن مواضيع التسويق الشبكي وكده، وحتى الشيوخ قالت احنا بنقول على اللي موجود قدامنا، يمكن في شركات تانية ليها انظمة تانية ما نعرفهاش فما نقدرش نقول عليها، لكن احنا بنقول على اللي موجود قدامنا اللي هو موضوع الباينر اللي هو الاساس بتاعه الباينر. هات اتنين وكل واحد يجيب اتنين اتنين اتنين، لكن احنا الوضع عندنا مختلف. فاتمنى تكون الامور وضحت كده استاذ محمد باذن الله. طيب نجاوب على بقيه الاسئله. واو. طيب استاذه هدى، ازاي ادخل سوبر ماركت كبير في دوبلي او بنك؟ عايزه تدخليه كميرشنت كموقع زي جوميا وسوق، ولا ان هو يخش برنامج البي اس بي ريورد يا هدى؟ يبقى يشتري الموقع بتاع دوبلي ويبقى تحت اسمه هو تحت اللوجو بتاعه. تدخليهم انهي طريقه من الاثنين؟ انت عايزه ايه؟ الانسب ان هو يخش برنامج البي اس بي ريوردز. انت عايزه موقع مثلا سي كارفور. كارفور عنده برامج ولاء، عنده حاجات اللي هو ماي كلاب وكده. عندك سوبر ماركت كبير، عندك. هجاوبك استاذ عبد اللطيف، حاضر. وهو جم... طب ثواني يا هدى، بس قبل التسويق الشبكي، انت استاذ عبد اللطيف بيقول انا اسف بس حضرتك مش شايف ان المكسب الحقيقي اللي حقق احلامنا هو التسويق الشبكي. استاذ عبد اللطيف، حضرتك بتعمل التسويق الشبكي من ساعه ما اتولدت. احنا بنعمل التسويق الشبكي كل يوم بس من غير نتيجه. انا بفيد ناس كتير كل يوم بالتسويق الشبكي بالورد اوف ماوث من غير ما يطلع لي ولا مليم. لما اجي اقول لك استاذ عبد اللطيف ايه احسن مطعم بيعمل فول وفلافل في القاهره، هتروح قايل لي جاد. واحد هيقول لي لا انت ما جربتش ام علي، ده ام علي بتعمل قرص فلافل رهيب. طب اروح لا 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 لازم تروح جاد، ام علي الفلافل بتاعتها حراقه. يعني اروح جاد على جاد وعلى مسؤوليتي؟ يلا خد اصحابك واطلع على جاد. انت حضرتك عملت ايه؟ عملت تسويق شبكي الجاد. انت استفدت منه؟ لا، جاد هو اللي استفاد. انت كل اللي عملته انك وريتني طريق جاد وقلت لي روح عند جاد، صح؟ لما اجي اقول لك الهيونداي احسن ولا الكيا؟ لا يا معلم، ده الكيا دي بتبهدل وبتسحب بترول، الهيونداي احسن، عربيه حلوه وكل حاجه. جربت الهيونداي؟ اه جربت الهيونداي، وابن عمي جرب الكيا. لا لا لا، الكيا دي وحشه، اوعى تروح للكيا، روح للهيونداي. عارف الهيونداي التوسان؟ واو، عربية مية مية. انا ناوي اجيب واحدة، اطلع على وكالة الهيونداي على طول اشتري لك واحدة، تمام؟ حضرتك عملت تسويق شبكي للهيونداي. انا خدت فلوسي 200,000 جنيه ورحت طالع على الهيونداي دافع لهم وقلت لك شكرا استاذ عبد اللطيف. حضرتك عملت تسويق شبكي. لما اجي واحد صاحبي او واحدة مثلا جارة مراتي، هي مدرسة شهد فين؟ والله مدرسة بالفيدير اللي قدام البيت. كويسة المدرسة دي ولا اوديها الشويفات؟ لا لا لا، شويفات ايه؟ شويفات دول غاليين ومصاريفهم كتير، بالفيدير مصاريفها حنينة وقدام البيت وكويسة وكل حاجة. يعني مستواهم ايه؟ لا لا، مستواهم كويسين يا عم. الشويفات دول كلهم ناس متعنطظين وما بيحبوش حد ومصاريفهم غاليه والبت هتتعقد. لا، ودي الناس ودي بنتك بالفيدير مع شهد. عملت ايه؟ عملت تسويق شبكي واقنعته بالفيدير، واقنعتهم بجاد، واقنعتهم بالهيونداي، وبقول لهم ومتحمس لرايي كان هيونداي دي شركتي.
كأن بالفيدير دي مدرستي. أنا استفدت، بالفيدير هي اللي استفادت، هيونداي هي اللي استفادت، جاد هو اللي استفاد. إيه بقى المانع إن أنا أستفيد؟ إيه المانع إن أنا أستفيد من التسويق الشبكي؟ جميل؟ يبقى إحنا بنعمل التسويق الشبكي كل يوم أستاذ عبد اللطيف وما بنكسبش حاجة، جات لنا فرصة إن إحنا بنوري الناس. أنا هقول لحضرتك حاجة، تخيل لو أنت دخلت، سيبك من النتورك، النتورك عندي أنا دايماً بقول النتورك عندي اللي هو بجيب أعضاء دي وسيلة وليست غاية. لما يكون عندي 100 نتوركر وكل واحد فيهم أنا باخد عليه عمولة مرة واحدة، كل واحد فيهم باخد عليه عمولة مرة واحدة ووقفوا عن الشغل، وكل واحد من الميت نتوركر دول يا أستاذ عبد اللطيف جاب لي 1000 متسوق فري، يعني 100,000 متسوق فري. حلو. والنتورك وقفت لأي سبب من الأسباب، وقفت بطلوا يشتغلوا المية دول خلاص، بس كل واحد عمل اللي عليه وجاب لي 1000 متسوق فري، حتى مش في اي بي. وكل متسوق من المتسوقين الفري دول، احنا بنتكلم على 100,000، رجاله $10 كاش باك في السنة، $10 كاش باك في السنة. انت هيطلع لك منهم كام؟ احنا بنتكلم على الاورجانيزيشن، الاورجانيزيشن بيطلع لك من 5 لـ 27.5%. هنفترض ان حتى منهم مش مباشرين ليك، كله اورجانيزيشن، 5% من $10 كام؟ $10 في السنة، يعني بتتكلم كاش باك 170 جنيه في السنة، اللي هي $10 دي. انتوا شايفين موضوع جروب ان هو رجع لي $10 في الترانزاكشن واحد، 5% من $10 نص دولار في 100,000 شخص في السنة، ادي $50,000 وانا قاعد في البيت. حضرتك تتوقع ان انا لما بيجي لي $50,000 في السنة انا مش عايز النتورك، مش عايز اشتغل نتوركر. انا كل اللي هعمله اني هبدأ اكثف شغلي ان المئة الف متسوق دول يكونوا 1,000,000 متسوق، لان ده اللي احنا بنقول عليه الباسيف انكم، الدخل اللي هو المخفي، الاوتو بايلوت. اوتو بايلوت يعني حاجة تلقائية متجددة بتيجي من غير ما يكون لك انت سيطرة عليها. انت اسست، عملت شغل مظبوط، الناس اشتغلت، النتورك وسيلة وليست غاية. انا لغاية المتسوقين، مش غاية ان انا اجيب شوبرز، ان ما اجيب نتوركر ومشتغلويش. طب ما في ناس كتيرة نتوركر بتدخل، واحد بتعجبه الفكرة ويدخل وما بيشتغلش. قسما بالله العظيم انا في ناس سجلت معايا شفتها يوم واحد، يوم ما عملت له البرزنتيشن سجل وهو قاعد ما شفتوش لحد دلوقتي، وما بيردش على التليفونات، مش عايز يسجل، ده سجل وما بيردش على التليفونات. التسويق الشبكي صناعة عالمية بتتدرس في الكليات، سواء شئنا أم أبينا صناعة موجودة معترف بيها في كل حاجة، احنا بنعملها كل يوم. حتى المكسب الحقيقي بتاعنا من التسويق الشبكي، ليه؟ لأن احنا وضحنا احنا بنكسب ازاي من التسويق الشبكي. فبدل ما ان احنا ما بنكسبش، ايه المانع ان احنا نكسب؟ وكذا طريق الدخل. في بداية شغلي في دوبلي سمعنا عن أخت من السعودية عملت في شهر واحد $4,000 كاش باك، ولا دخلت حد ولا عملت أي حاجة خالص. عملت إيه؟ اشتغلت كوكالة سفريات، كل أصحابها وقرايبها ومعارفها اللي مسافرين يصيفوا وطالعين برا السعودية، تعالوا احجزوا من عندي. بيخشوا على الموقع بتاعها بتاع دوبلي على حسابها هي، مش بتديهم كمان فري شوبر، وتحجز لهم بالكارت بتاعهم سواء تذاكر طيران فنادق، وهي بتاخد الكاش باك، وهم خدوا سعر رخيص لان خدوا سعره اونلاين. ناس كتيره دخلت معايا دوبلي عشان جوميا موجود في مصر،
بيشتغلوا في التجارة، بيشتروا الحاجات من جملة من جوميا بالجملة ويبيعوها للناس اللي حواليهم بالقطاع. أيام الوايت فرايداي، لما كان في الوايت فرايداي وصلت لنا الأخبار ما شاء الله الشباب في مصر ما بيسيبوش فرصة إلا ما شاء الله لما يشتغلوها صح. الوايت فرايداي كان فيه تخفيضات كتيرة جدا على جوميا، الشباب بتوع دوبي عملوا إيه؟ نزلوا اشتروا من جوميا البامبرز، البامبرز بتاع الأطفال بالجملة، نزلوا يبيعوه على الصيدليات، خد كاش باك، بيبيعوا للصيدلية بأغلى مما هو جابه من جوميا وأرخص من الصيدلية بتبيعه، كسب كاش باك، كسب من الصيدلية. اتعرف من الصيدلية، اتعرف انه ممكن يجيب حاجات حلوة بأسعار رخيصة، بدأوا يتواصلوا معاه، الناس عايزين وعايزين، هو كده مش عمل تسويق شبكي، سوق نفسه وسوق المنتجات بتاعته وكل حاجة واستفاد من كل حاجة. وضحت كده الأمور؟ أنا لسه هجاوب الأسئلة معلش، بس أنا لأن السؤال ده بصراحة سؤال مهم جدا يا أستاذ عبد اللطيف، أنا بحييك على السؤال ده، وأنا دايما بحب إن أنا أفتح فيه، بقول كل حاجة عندي، لأن أنا واحد من الناس اللي كنت معترض تماما على موضوع التسويق الشبكي. الكلمة بتتقال عني نصب، تسويق شبكي يعني نصابين، من غير ما أعرف هو إيه يعني. زي اللي بيجي يقول لك اه انتوا شركه هرميه، اقول له طيب اوكي ممكن تقول لي يعني ايه شركه هرميه؟ هرم، حلو جدا، يعني ايه هرم؟ يعني واحد فوق، ايوه بيعمل ايه الواحد فوق ده؟ قاعد بيعمل ايه يعني؟ هو كده انتوا شركه هرميه. اي كلام بيتقال من كتر الكلام اللي اتقال والناس مش عارفة إجابات، والناس بتسأل وبتقول، وهو احنا عندنا انتوا عارفين طبعا في مصر ما شاء الله في 100 مليون بروفيسور وخبير، يعني احنا كلنا خبراء في مصر، فتلاقي اللي قاعد ما بيشتغلش بيفتي لا 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 اصل حرام. اصل حرام، ماشي جميل، انا لما حد يقول لي حرام والله بارك الله فيك، انا واحد من الناس كنت بقول انه حرام، ممكن انت تقول لي يا اخي يمكن انا غفلان على اي حاجه، يمكن انا تايهه مني حاجه، ممكن تقول لي ايه هو حرام يبقى كسبت فيا ثواب، يمكن انا مش منتبه لنقطه معينه وهي فعلا حرام يبقى انت كده انقذتني، فممكن توضح لي ايه الحرمانيه في الموضوع؟ 90% من الناس هيقول لا مش هيقول، إيه اصلا انا سمعت الشيخ بيقول كده. حلو، في قاعده في الافتاء بتقول ان المفتي اسير المستفتي، بمعنى ان المفتي بيفتي على حسب انت بتيجي بتقول له ايه وبتوصل له المعلومه ازاي. ما ابو العريف ده موجود كمان عندنا محمد، يعني ابو العريف ده في كل حته يعني، تمام، انت بتوصل له المعلومه ازاي، تمام، مليون في المية حلال طبعا، احنا بنقول حاجة احنا لازم بنتحرى الحلال في كل شغلنا، بس انا بكلم حضرتك على الناس اللي بتقول من غير ما تكون عارفة. انا سمعت، طب انت عرفت وجهة النظر ايه؟ انا دلوقتي لو رحت لك استاذ عبد اللطيف ورحت لاي شيخ، انا عندي يا شيخ شركة من شركات التسويق الشبكي، بجيب اتنين واخد عمولة، اجيب اتنين واجي كل واحد يجيب اتنين وكل واحد يجيب اتنين وباخد عليهم فلوس وما بيعملوش حاجة وباخد فلوس وانا نايم في البيت، المنظر اللي انا قلته والكلام اللي انا قلته حرام مليون في المية، حرام مليون في المية. ايه يعني انت بتجيب اتنين بيعملوا ايه؟ اهم بيخشوا وبيدفعوا فلوس. طيب لكن انا لما اروح والله يا شيخ الوضع واحد اتنين تلاتة، احنا عندنا كذا كذا، انا بوري للناس ازاي يوفروا فلوس، واحد اتنين تلاتة بيشتري الحاجة اللي طول عمره بيشتريها بنفس السلعة، هي بنفس الموقع وبنفس السعر وبيرجع له عليها فلوس، هيقول لك مفيش اي مشكلة فيها،
هو انت اجبرته انه يشتري حاجه، انت خليته يروح مكان هو مش عايزه، انت غشيته وضللت له. لا، فهو ده. فانا دلوقتي لان انا سمعت كتير من كذا واحد بيجي يقول لي حرام يا سيدي رايك، لان في حضرتك هتلاقي مليون محاضرة على اليوتيوب للشيوخ بيقول لك ان التسويق الشبكي حلال، ومليون محاضرة بتقول لك ان التسويق الشبكي حرام. استفت قلبك وان افتاك الناس. انت شوف بتتحرى، لازم بنتحرى الحلال والحرام. دايما بندعي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. تمام؟ لازم. هو اذا ما كانش حلال يبقى هو ربنا هيبارك لنا فيه؟ مستحيل يعني. فربنا يكرمنا ونتحرى الحلال في كل خطوة من عندنا بإذن الله. بس لازم لما احنا نوصل المعلومة ونفهم المعلومة نوصلها للناس بصورة صحيحة، أو نسأل بصورة صحيحة. فأنا بقول لحضرتك 90% من اللي بيقولوا حرام هو مش عارف هو حرام ليه. أنا بحب لما أتناقش مع واحد قول لي أنت شايفها إيه الحرمانية اللي فيها، بيجي يقول لي أصل في كذا وفي كذا وفي كذا. جميل جدا. طب نتكلم واحدة واحدة واحدة، نفنط الأمور. أنا واحد من الناس يا جماعة طلعت سافرت رحت عملت عمرة السنة اللي قبل اللي فاتت في السعودية. ورحت حجزت فنادق في السعودية 3 أيام في المدينة و5 أيام في مكة. تمام؟ وربنا يكتبها لنا تاني وينولنا الحج إن شاء الله. تمام؟ دفعت تذاكر فنادق وأنا حاجز كله على حسابي. من موقع أنا كل حاجة كنت أنا ومراتي وبنتي. تمام؟ رحت حجزت 7 حوالي أسبوع، 3 مكة، 3 المدينة و5 مكة، تذاكر الفنادق عاملة حوالي 7000 درهم. رجع لي منهم 700 درهم كاش باك، هل ده حلال ولا حرام؟ يبقى أنا استفدت بالمنتج ووفرت فلوس، أنا رايح عمرة. وفرت فلوس. العرض بيتعمل أستاذ عبد اللطيف انه يخش يدفع وفي اي بي وكل حاجه، احنا بنشرح فكره البيزنس. انا في الاخر بوري الشخص الفكره كامله. يعني انتوا ان شاء الله انا اعمل لكم يعني على حسب العرض بيتعمل ازاي، انا بوري الشخص الفكره كامله. انت بتكسب وين وين سيتويشن. عايز توفر من مشترياتك اهلا وسهلا، عايز تعمل بيزنس اهلا وسهلا. طب انا ايه المانع ان انا اخش ادفع 600 دولار ويبقى عندي عضويه تيم ممبر ويبقى عندي عضويات في اي بي ابيعها للناس؟ طب انا اعرف ان هم في امريكا والمانيا بيموتوا في الشوبينج، بيموتوا والتوفير. طب انا عندي محمود صاحبي عايش في المانيا، انا عايز اجيب محمود يجيب لي المتسوقين الالمان دول، بس محمود مش هيجيب الموضوع غير لما يستفيد، وانا مش هعرف اسافر له المانيا. فالحل ان محمود ينضم كعضو للشركة عشان هو يستفيد وانا كمان نستفيد ويخلي الناس اللي هناك تستفيد. ده المبدأ بتاعنا. زي ما بقولت انا هدفي الاساسي المتسوقين. اللي انا بعمله ده المتسوقين، ده هدفي، قاعدة الاساسية. النتورك يا جماعة وسيلة وليست غاية. هي اسرع في الفلوس وبتعمل فلوس كتير، لكن بيجي عليك وقت ان هي وقفت، الناس نامت، الناس مش عايزة تشتغل لأي سبب من الاسباب، لكن اللي عمره ما هيقف الشوبينج التسوق. فانا لما يكون عندي 100 نتوركر او 100 شخص وكل واحد فيهم جاب لي 1000 متسوق، بارك الله فيما رزق، ربنا يكرم، في واحد من الناس عندي في الفريق بيشتغل مع شركة فيها يمكن حوالي قاعدة بياناتها ب 3-4 مليون شخص. تخيلوا الشركة دي لو دخلت بإذن الله. مش عايزين حاجة تاني يا عم مش عايزين حاجة تاني، ولا عايزين نتورك ولا عايزين أي حاجة تاني. الله يكرمك، الله يخليك أستاذ عبد اللطيف، أستاذ أحمد، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم. ده أنا الشرف ليا والله إن أنا تعرفت عليكم كلكم يا رب. فتخيل إن شركة فيها قاعدة بيانات 3-4 مليون شخص،
هنسجلهم كلهم فري فري. هنقول 10% من 3,300,000 دول متسوقين فري اكتف، احنا ما جبناش حتى الفي اي بي. اكتف اكتف يعني كل واحد رجع له في السنه $10 كاش باك، الشركه رجع لها $3. 3 في 300,000 ادي ما شاء الله $1,000,000 في السنه. تمام. انا الشخص اللي جبت الشركه دي وعرفت الناس وتعبت معاهم، يطلع لي دولار من $10 في السنه، يعني في 300,000 ادي $300,000 في السنه. لو انا بيخش لي باذن الله $300,000 في السنه، اطلع النتورك ومش عايز، انا هفتح موقع واسجل في اي بي في الشارع، هروح حاطط مكان واجيب كده مكتب وتسجيل الفري والفي اي بي. الحلو عندنا يا جماعه والله ما شاء الله، احنا عندنا تنوع في كل حاجه. وزي طول عمري ما بقول والله العظيم اللي عندنا مش عند غيرنا، بس احنا نوصل المعلومه صح للناس ونوريهم اللي معانا ايه، وربنا يكرمنا ويوفقنا جميعا ان شاء الله. احنا يهمنا ان احنا نكون اللي احنا بنعمله ليه قيمه وليه فاليو، الناس بتحس بيها. مش يلا دخل 2 في 2 في 2 كل واحد يجيب 2، مش ده الهدف. كفايه ان واحد يقول لي والله جزاك الله كل خير، انت خلتني اوفر من مشتريات العاديه $500 في السنه، انا طول عمري بصرفهم الفلوس دي، انت وريتني ازاي ان انا اوفر. واحد يقول لي والله كتر خيرك، ده انا رايح اشتري حاجه ومعرفش موضوع الكارت بتاعك ده ورجع لي منه كاش باك، اديتنا 4%. طب انا احكي لكم حكايه، هقول لكم حاجه. انا في شركه في مصنع، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا والامور دي كده تمشي على خير. انا المصنع اللي انا شغال فيه، اوكي استاذ محمد كيف تم عقد صفقه بين دوبليو وبنك؟ دي عن طريقك انت، تكون انت الاولا بي بي اي وتروح تشرح للبنك المحاضرة أو البرزنتيشن بتاع البرنامج البي اس بي ريورد، وتشوفهم هم مهتمين إن يخشوا كبرنامج بي اس بي ريورد ويكون عندهم الشوبينج مول ولا لأ. ووقت ما يتم الاتفاق بتتواصل مع دوبلي، أو هم التواصل بيكون عن طريق الإيميلات وبيسجلوا أونلاين وبيعملوا كل حاجة أونلاين. البنك بيدفع كام عشان يخش تحت عضوية بتاعة البي بي اي، تمام، او البي اس بي ريوردز؟ البنك بيدفع لغاية يوم 31/5 المؤسسات الغير ربحية بتخش البرنامج بتاع دوبلي ببلاش، المؤسسات الربحية زي البنوك والشركات بتدفع $4,000 مرة واحدة و $500 مصاريف سنوية. الكلام ده لغاية امتى؟ لغاية يوم 31/5. بداية من يوم 1/6 بإذن الله اتغير الموضوع، هتكون المؤسسات الربحية أو الشركات الربحية بتنضم للبرنامج بتاع البي اس بي ريوردز بمبلغ $7,000 وكل سنة $500، والشركات الغير ربحية بتنضم للبرنامج بمبلغ $4,000 وكل سنة $500. هتقول لي ليه المؤسسات الغير ربحية بقت بتدفع فلوس؟ لأن اللي بيجي ببلاش بيروح ببلاش. دوبلي جربت الشركات اللي بتخش ببلاش، لقت إن الشركات ما بتعملش أي حاجة وما بتشتغلش وبتدمر سمعة البرنامج بتاع البي اس بي ريورد. فطول ما أنت ما دفعتش فلوس مش هتشتغل، لكن لما تدفع فلوس هتشتغل وتعمل المطلوب منك. تمام كده استاذ محمد، ربنا يخليك استاذ احمد ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. الشرف ليا والله ان انا اتعرف عليكم، جامد جدا النهارده بصراحه، يوم جميل جدا. انا من زمان ما عملتش ويبنار طويل على فكره، بقى لي فتره كبيره يعني، فالنهارده لا الويبنار فتح معانا ما شاء الله.
يعني احنا من الساعة 8 قاعدين مع بعض. واو من الساعة 8 ما زهقتوش؟ ما زهقتوش مني؟ ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. الله يكرمك مدام حكمة. الله يكليكم يا رب. الله ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. ما تتخيلوش والله يعني مدى سعادتي قد ايه. الله يكرمكم يا رب. فهكمل لكم موضوع الشركة بتاعتي. بعد الايفنت بتاعنا بتاع دوبلي اللي هو في شهر مارس اللي حصل والاعلان عن الكارت، تخيلوا اول حاجة جت في دماغي ازاي انا اوفر لشركتي من المصاريف بتاعتنا. حلو، احنا بنصنع ورق المناديل. الشركة بتاعتي هي اكبر مصنع في الامارات وتعتبر في الخليج، بنصنع ورق المناديل زي فاين وفلورا والحاجات دي كلها. احنا ما عندناش ماركة باسمنا، احنا بندي بالجملة وبنبيع بالقطاعي، وبندي بالجملة للشركات وهم يعبوا ويحطوا في العلب بتاعتهم. رحت بعد ما خلصنا الايفنت رحت رايح على مدير الحسابات على طول، قلت له احنا بندفع كام مية وكهرباء كل شهر؟ قال لي بندفع ما يقرب من 1.5 لـ2 مليون درهم. احنا المصنع شغال 24 ساعة، حياتنا المية، مية واللي هو المادة الخام اللي هو البلب اللي بيجي من لب الشجر عشان نعمل الورق، من 1.5 لـ2 مليون درهم شهريا مية وكهرباء. قلت له حلو، بندفعهم ازاي؟ قال لي بندفعهم بشيك. قلت له فينا ان احنا ندفعهم بكارت صح؟ اللي هو ايه الكارت اللي هندفع بيه 1 مليون درهم ده؟ قلت له عندي عندي. رحت داخل على المدير العام قلت له الوضع كذا كذا، قال لي اه مظبوط. قلت له بص بقى، انا هو عارف ان انا في دوبلي وحتى المدير العام انا مديله عضويه في اي بي قبل كده. قلت له بص بقى، انا كنت في ايفنت 1 2 3 والكارت عندنا كارت هينزل ملهوش حد اقصى للايداع، ملهوش حد اقصى للسحب. قلت له مدير الحسابات قال لي ان احنا طلع لنا كارت جديد من اتش اس بي سي بيدينا كاش باك. قال لي لا بيدينا اميال بس. قلت له سيبك بقى من الكارت التعبان ده، تمام بيدي اميال والحاجات دي، هنشتغل على الكارت بتاعنا. الكارت بتاعك بيعمل ايه؟ 1 2 3 4%. يعني انا لو بدفع 1.5 مليون درهم شهريا واقدر ادفع، عندي الامكانيه اني ادفع بكارت الموقع بتاع شركه الكهرباء عندنا، انا بدفع كل حاجاتي بالكارت، اوكي، هروح ادفع 1.5 مليون درهم يرجع لي 4%، يعني 60,000 درهم. الراجل بص لي كده، قلت له قول هنضيع منهم 10,000 درهم مصاريف تحويل وحاجات انا لسه ما اعرفش التفاصيل، يعني 50,000 درهم في الشهر توفير على الشركة، يعني في السنة ب 600,000 درهم. قال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له قال لي امتى هتجيبه؟ قلت له اول ما هينزل الكارت هجربه واشوف كل حاجة واطمن ان كل حاجة تمام، واجيب لكم كارت تستخدموه في مشترياتكم مية وكهرباء بس كل شهر. تخيل انت ممكن تعمل ايه؟ شركتك اللي انت بتشتغل فيها، مصنعك اللي انت بتشتغل فيه، السوبر ماركت اللي تحت بيتك، كل الناس دي ما بتدفع فواتير، وكل الناس محتاجة اللي عندنا. تخيل بس انت هتشتغل على الفي اي بي وكل واحد، يعني انا دلوقتي انا ان شاء الله بس يمشي الموضوع ده على خير ناوي اطلب منهم بونص عموله، ال50,000 اللي هترجع لكم ليا فيها 10%. مين هتعرفوا الكارت ده عن طريق مين غيري؟ تخيلوا انتم ممكن تعملوا ايه باللي في ايدينا في دوبلي، وقسما بالله اللي جاي اكبر اكبر. يعني انا قابلت طبعا، كلنا قابلنا مستر مايكل هانسون، واللي ما كانش له حظ انه يقابله ان شاء الله يقابله. الانسان ده عبقري جبار ما شاء الله، تفكيره رهيب. وانا فاكر ان في اجتماع قبل ما نخش النسداك لما قال هدفي انا ان الناس هتقف عليكم طوابير في دوبلي عشان تشتري اللي عندكم، زي ما الناس بتقف طابور على محلات الموبايل اول ما ينزل ابل ويناموا في الشوارع،
انا باذن الله الهدف بتاعنا ان نخلي الناس تقف عليكم بالطوابير عشان تشتري الحاجه اللي عندكم. وما شاء الله هو لحد دلوقتي ناجح في كل اللي بيقوله. الراجل ما قالش حاجه الا وحققها باذن الله. فيعني ما شاء الله بصراحه احنا عندنا حاجات كبيره جدا ورهيبه، واللي جاي اعلى اعلى واعلى. واحنا بصراحه تخيلوا ان دوبلي دي هتبقى حاجه، هي اصلا حاجه، هي تريد مارك، هي علامه مسجله يعني خلاص يعني. فربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا باذن الله. طيب نشوف بقيه الاسئله. ربنا يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. لو نشوف في اي سؤال انا ما سالتش عليه او انا اسف ما جاوبتش عليه. استاذ مروه، اختنا مروه بتسال ليه اتقفلت الوكاله في السعوديه. انا مش عارف الوكاله قصدك على الموقع ولا على وكاله دوبلي. انا اعرف ان الموقع الموقع مقفول في السعوديه. ليه؟ بصراحه لان السعوديه ليها اسلوب حياه تاني، ليها حاجات غريبه. ما اعرفش الوكاله اللي هو الوكيل في السعوديه يعني قصدك الشركة اللي كانت واخدة الوكالة يعني. لو انت قصدك الشركة اللي تاخد واخدة الوكالة انا ما اعرفش. ممكن حضرتك ترجعي للناس اللي في السعودية، في بي رعد الزهراني، والوكيل اللي هناك كنت انا اعرفه ان هو اسمه ابو في بي ابو طلال. ممكن حضرتك تتواصلي معاهم. بس انا عامة من اللي احنا فاهمينه واللي حاصل ان الموقع مقفول من السعودية، السعودية بتقفل أي حاجة. السعودية ليها قوانين غريبة، يعني حاجات كتيرة غريبة في السعودية ما بتخضعش للمنطق بصراحة يعني. تشددات كتيرة ملهاش أي معنى. تمام؟ الموقع مفتوح في كل البلاد، في مصر، في الإمارات، في كل حتة في العالم الموقع مفتوح. السعودية ليهم قوانين وليهم اشتراطات وليهم حاجات غريبة. ما الموقع كان مفتوح في السعودية. طب ايه اللي بيحصل حاليا في السعودية؟ كل اعضاء دوبلي بيشتغلوا على برنامج الفي بي ان، بيشتروا اللي هم عايزينه، بيرجع لهم كاش باك، بيعملوا تسجيلات، ما كل حاجة شغالة بس عن طريق الفي بي ان، هوت سبوت شيلد، سوبر في بي ان، ايا كان. فحاجات السعودية بصراحة مش عارف، لان السعودية كده الناس يعني حاجاتهم غريبة، وكلنا عارفين التفكير بتاع السعودية. ان شاء الله احنا بنأمل طبعا بعد التطورات الكبيرة اللي بتحصل هناك ان الدنيا تبقى اكثر انفتاحا، وان الناس تكون عقليتها متطورة تدرك ان اللي هو بيحصل ده لمصلحة الدنيا كلها. مدام حكمت بتسأل في صاحب شركة عقارية هو معانا الآن عايز يعرف كيف يفيد شركته وازاي يعمل عن طريق دوبلي معانا هو نفسه يفيد ويستفيد. طيب صاحب شركة عقارات، اوكي، حضرتك دلوقتي بتستفيد من العميل بتاعك مرة واحدة لما بيجي يشتري من عندك شقة او بيأجر شقة او بس كده. ايه المانع ان حضرتك تستفيد منه في كل عملية شراء هو بيعملها في حياته؟ ايه المانع انك انت بتعمل برنامج ولاء لكل العملاء بتوعك؟ انت عايز تفيد شركتك وعايز تعمل دعاية لشركتك، صح؟ وعايز تبقى عندك دخل تاني غير بس شغل العقارات من نفس الناس بتوع العقارات، وتخلي بتوع العقارات يفيدوك غير ان هم بيشتروا منك، يجيبوا لك ناس عندك في دبي. بمنتهى البساطه بتعمل برنامج ولاء. بصوا معايا كده يا جماعه، اوريكم حاجه حلوه قوي. شوفوا الموقع ده www.casablancacashback.com.
دي شركة بتدي كاش باك زينا كده بالظبط بالظبط. ده الموقع بتاعنا بتاع دوبلي ولا لا؟ هنا مكتوب ايه؟ الدار البيضاء. استنوا كده ثانية واحدة. شفتوا هنا الدار البيضاء صح؟ موقع دوبلي بالكامل ولا لا؟ دي شركة في السعودية على فكرة. شركة عندها فنادق ومطاعم وعقارات وحاجات كتير. شركة كبيرة في السعودية. الشركة دي عملت ايه؟ نفس نظام البي اس بي ريورز يا جماعة. الشركة دي حبت انها تعمل دعاية، تعمل برنامج ولاء للموظفين بتوعها ولعملائها ولكل حاجة. قالت ان احنا هنستفيد من الناس مش بس لما ييجوا يشتروا ولا ينزلوا عندنا في الفندق، من كل عملية شراء نعملها. اشتروا الموقع بتاع دوبلي، عملوا دعاية، حطوا بانرات في مدخل الشركة، بعتوا ايميلات للموظفين، بعتوا ايميلات للعملاء اللي عندهم. هم عندهم الداتا بيز بتاعت الموظفين والعملاء، سجلوا الناس كلهم فري، بعتوا لهم لينكات، بعتوا لهم فيديوهات، خشوا تسوقوا وخدوا كاش باك. بقت الناس بتعمل لهم دعايه، خشوا على كذا بلانكا كاش باك، ما كذا بلانكا كاش باك دوت كوم وخدوا كاش باك. يبقى انا فدت شركتي وعملت دعايه اللي خليت الناس تقول اسم شركتي. مش بس ان انا بشتغل في العقارات، لا ده انا فتحت مجال جديد. ده انا فتحت مجال تجاره الكترونيه. ده انا دخلت عملت ايه؟ عملت اسست شركه جديده. عملت شوبينج مول. لما تيجي تروح للناس تقول لهم شفتوا المول الجديد بتاعي؟ مول؟ انت عملت مول؟ دفعت فيه كام؟ ولا حاجه. كلام فارغ. 4000 دولار. انت تضحك علينا ولا ايه؟ مول اللي في الدنيا اللي ب 4000 دولار ده؟ ده اقل مول عايز له بتاع 30 40 مليون عشان تبني وتعمل. انت عندك المول بتاعك؟ ايوه انا عندي المول بتاعي. فين؟ اهو على الكمبيوتر. انا اشتريت شوبينج مول كامل في كل الشركات اللي انتوا عايزينها. هو لازم المول يكون في الارض؟ لازم ابني وادفع فلوس كتير؟ طب ما الناس كلها عايشه حياتها على الكمبيوتر وعلى الموبايلات. انا عملت المول بتاعي، دخلت اشتريت شركه تجاره الكترونيه، كبرت النشاط بتاعي، بقى عندي شوبينج مول بتاعي، كل الناس اللي عندي موظفين من عملاء اعضاء عندي في المول، وانا بستفيد منهم، سواء جه اشترى مني من العقارات ولا ما اشتراش، انا بستفيد منه. بخليه يتسوق وياخد كاش باك، وانا بيرجع لي نسبه من الكاش باك بتاعه. بقت الناس كلها شايفه اللوجو بتاعك تحت منه 16000 شركه. طب انت ازاي رحت لطيران الاتحاد؟ طب انت ازاي جبت سوق دوت كوم معاك؟ انت تعرف مين في سوق؟ انت تعرف مين في طيران الامارات؟ انتوا مالكم؟ اعرف اللي اعرفه. انا عارفهم كلهم. انا عملت المول بتاعي، حد يحب يعمل زيي؟ بالظبط يا هدى. لو انت عايزه تعملي برنامج ولاء لشركه ولا حاجه، لازم انت تكوني بي بي ايه عشان هم يسجلوا تحت الرقم بتاعك. فشفتي بقى مدام حكمة الفكرة حلوة ازاي؟ انا خليت الناس كلها سواء بيشتروا مني، اللي بيشتري عقار بيشتريه مرة في العمر يعني، واللي بيأجر شقة ما بيأجرش كل يوم، ده مرة في السنة او مرة كل 5 سنين. لكن احنا بقى هنجبرهم ان هم يعملوا لنا دعاية عن اسمنا باللوجو بتاعنا، ويستفيدوا ويفيدونا كمان، ويشتروا عضويات في اي بي. وناخد عمولات من الفي اي بي كمان. لا، التيم ما ينفعش يدخل على لينك تيم ممبر الا اذا يا هدى ان الشخص اللي عايز يخش يعمل برنامج ولا هو عنده شركه، هو يخش تحت منك بي بي اي ويسجل شركته تحت منه. لكن لو شركه عايزه تخش تحت منك، لازم انت تعملي ابجريد وتبقي بي بي اي. لكن تيم ممبر، لان في كورسات معينه لازم تتاخد بتاهلك انك تكوني بارتنر بي بي اي، وتاخدي تقدر تجيب شركات في البي اس بي ريوردز بروجرام.
فأخونا صاحب شركة العقارات خلى شركته تستفيد، وهو نفسه دخل بي بي اي وسجل شركته تحت منه، فهو كمان بيطلع له نسبة من الكاش باك بتاعه. يعني الشركة بيطلع لها 30% من الكاش باك بتاع كل شخص مسجل تحت الموقع بتاع الشركة، والشخص اللي سجل الشركة تحت منه بيرجع له 10% من الكاش باك بتاع كل شخص. تمام كده؟ أستاذ أحمد بيسأل لو أنا أقدر أخلي أي شركة زي الدار البيضاء شرطه إنه يدفع 4000 دولار. أيوة بالظبط أستاذ أحمد، شركة تكون شركة عادية تدفع 4000 دولار مرة واحدة، دي رسوم التسجيل، و500 دولار مصاريف سنوية. بس الكلام ده هيتغير من أول شهر 6، هتبقى 7000 دولار. فاللي عايز يلحق يلحق دلوقتي، يلحق دلوقتي. استاذ عبد اللطيف بيسال محتاج معلومات اكتر عن البي بي اي، محتاج معلومات اكتر عن البي بي اي. طيب بمنتهى يعني بسرعه لان هي محتاجه شرح. حضرتك استاذ عبد اللطيف بص، البي بي اي انتوا النهارده خليتوني ماشي اوكي، خلينا نخش اشرح لك بسرعه البي بي اي. خليكم معايا يا جماعه على البي بي اي. طب قبل ما نخش على البي بي اي عندي سؤال، المستوى الثاني لدوبلي اكاديمي لا يظهر عندي لا على الموبايل ولا على اللاب. اميره شوفي البراوزر اللي انت بتشتغلي عليه، نزلي الفايرفوكس، اشتغلي على ويندوز 10، على اي حاجه ابديتد، على اي حاجه حديثه، وشوفي لو ما بيظهرش عندك وجربي لابتوب تاني غيرك، غير بتاعك، لا موبايل ولا لا، جربي اي حد تاني، لو ما بينزلش عندهم ابعتي للكاستمر سبورت قولي لهم دوبلي اكاديمي ما بيظهرش عندي خالص، اللي هو الليفل التاني. بس الاول جربي غيري الاجهزه وجربي اشتغلي على كروم او فايرفوكس فيرجن جديد. بصوا يا جماعه، ليفل 3 بتاع دوبلي اكاديمي لازم تكون سيلز دايركتور لرانك معين، تكوني سيلز دايركتور يا منى يتفتح لك ليفل 3. زهقتكم معايا النهارده انا، معلش. اكيد بتقولوا الراجل ده جالنا من فين يعني. بس ان شاء الله مش هنطول، ربنا يكرمكم. لا انا عارف في ويبنار بيقعد اربع ساعات، يا خبر ابيض، داخلين على اربع ساعات احنا. واو. طب ماشي، بصوا يا جماعه دي البرزنتيشن بتاعتي على فكره اللي انا بعملها، ان شاء الله اعمل لكم برزنتيشن قريب باذن الله، نقول بقى في الحاجات الجديده والجميله بتاعتنا اللي بتحصل. شوفوا استاذ احمد، البي بي اي اوكي هنشرحها بسرعه، بعد كده البرنامج بقى البي اس بي ريوردز. اخت نعيمه اخلص بس البي بي اي واخش معاكي على السؤال بتاعك. من عينيا، حاضر من عينيا. البي بي اي يا جماعه احنا قايلين في دوبلي احنا عندنا حاجتين، عندنا التيم ممبر باكج اللي هي ب 594 دولار،
وعندنا البي بي اي باكج. طيب ايه اللي موجود جوه البي بي اي؟ البي بي اي دي للناس اللي عايزه تعمل بيزنس كبير، بيزنس على مستوى احترافي بقى، نظام شركات. اوكي، ايه اللي موجود جوه البي بي اي؟ قبل ما نشرح مميزاتها هي ايه، اولا بيكون موجود فيها الرخصه بتاعه الوكاله اللي هي بقيمه 99 دولار، بناخدها اول سنه مجانا، ما بندفعش ال 99 دولار. في التيم ممبر دوبلي بتقول لي يا محمد بتشتري باكج فيها 12 عضويه في اي بي بالجمله، بتدفع 10 وبتاخد 12. دوبلي بقى بتقول لي كبي بي اي انت محمد داخل تعمل بيزنس على مستوى كبير، مستوى احترافي، مستوى شركات، فما ينفعش انك تشتري عضويه باقه فيها 12 عضويه، لا انت بتشتري 60 عضويه في اي بي بالجمله، يعني بتدفع حق 50 وبتاخد 10 مجانا، 10 في جيبك، يعني 10 في 49 قد 490 دولار مجانا في البدايه. ده احنا قبل ما نقول احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، 500 دولار في جيبك بونص من الاول. اوكي، وباخد البرنامج المخصص للتعامل مع الشركات اللي هو اللي اسمه البي اس بي ريوردز. ده كورسات، ثلاث كورسات حوالي بما يقرب من 9 كورسات، ثلاث مستويات 9 كورسات. ده المفروض بتاخده ب 1000 دولار لو انت تيم ممبر تقدر ترقي او تقدر انك تخش تاخد الكورسات دي ب 1000 دولار انت كبي بي اي بتاخدها مجانا. وبتاخد الكورسات بتاعت بيج آل واكاديمية دوبلي اللي هي باكتر من 1000 دولار بتاخدها مجانا. وبتاخد بقى صفحات جذب الزبائن، لاندنج بيج. لاندنج بيج اللي هي زي ايه لاندنج بيج؟ بصوا دي لاندنج بيج اللي بتتبعت للزباين، بتحطها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك، انك تقدر بتعمل دعاية عن دوبلي، بتقدر تجيب متسوقين ليك فري او في اي بي. انت كبي بي اي بتاخد اللاندنج بيج دي المفروض هي ب 400 دولار في السنه، بس انت كبي بي اي بتاخدها اول سنه مجانا، وبعد كده عايز تجددها بتدفع 400 دولار في السنه. تمام، كل الحاجات دي انت كبي بي اي بتاخدها. لو بصيت على القيمه الاجماليه بتاعتها اكتر من 5400 دولار، كل اللي انت بتدفعه 2475 دولار اللي هم ايه؟ حق 50 عضويه في اي بي. طيب ايه استفادتي انا، او ايه البرنامج البي اس بي ريوردز اللي احنا بنخش له بي بي اي؟ الناس كتير هتقول لي 2500 دولار ده كتير. هو كتير من وجهه نظرك انت كرقم، هو ايه البيزنس اللي في الدنيا اللي انت تقدر تفتحه ب 10000 درهم؟ والله ما فيش. ده انت لو عايز تفتح محل بقاله كشك سجاير عايز لك 60 70000 دولار. ايه اللي ب 2500 دولار تفتحه يعني؟ خلينا نشوف ايه المميزات وبعد كده انت تقرر ده كتير ولا لا. البرنامج اللي هو البي اس بي ريوردز اللي بيخلي شركات كبيره، بنوك، شركات اتصالات، مستشفيات، جامعات، معاهد، بتخش كشريك مع شركه اومنتو، بيشتري الموقع بتاع دوبلي بالكامل ويشيل اللوجو بتاع دوبلي ويحط اللوجو بتاعه، بقى عنده الشوبينج مول بتاعه. جميل؟ ازاي؟ ادي دوبلي وادي المواقع بتاعت دوبلي. بصوا، جمعيه الطارق للتاهيل والتوحد، جمعيه خيريه بتاعت السعوديه، تاهيل وتوحد. تمام؟ نيجي لشركه الدار البيضاء، ملاحظين؟ هي نفس المواقع، دوبلي، الطارق للتاهيل والتوحد، الدار البيضاء. دوبلي، طارق للتأهيل والتوحد، الدار البيضاء، نفس الحاجات. لو فرضنا ان شركة الدار البيضاء اشترت الموقع بتاع دوبلي وبعتت ايميلات لكل عملائها، نشكركم لحسن ولائكم لينا، ان انتم عملاء مميزين، قمنا مؤخرا باطلاق مول التسوق الالكتروني بتاعنا، و نظرا لوجودكم كعملاء مميزين تم تسجيلكم مجانا تحت في الشوبينج مول. ما احنا عندنا الايميلات بتاعت الناس، اليوزر نيم، الايميل بتاع كل شخص، الباسورد زي مثلا كذا بلانكا 1 2 3 وات ايفر، اي حاجه. لو شركه الدار البيضاء دي
سجلت 10,000 متسوق فري. ال 5460 دي هي لو القيمة بتاعت الباقة لو احنا حسبنا الحاجات اللي فيها تمنها كام، لكن انا باخد 3 ارباع الباقة باخدها فري. اوكي، لو شركة الدار البيضاء سجلت 10,000 متسوق كلهم فري، وكل واحد فيهم رجع له في السنة $150 كاش باك، الشركة بيرجع لها 30% من الكاش باك الأساسي بتاع كل الناس. 30% من ال 150 يعني 45، من غير ما ينقص الكاش باك بتاعهم حاجة. 45 في 10,000 ادي $450,000، وشركة الدار البيضاء قاعدة حاطة رجل على رجل، عملت شوية دعاية شوية ايميلات، عندهم فريق ماركتنج بيلف سجل بس 10,000 شخص فري، حتى مش في اي بي، رجع لها حوالي 2 مليون درهم. انت بقى الشخص اللي اقنعت الشركة دي، تعرف صاحب الشركة مدير الشركة ايا كان، ما تعرفش اي حد في الشركة غير مدير الشركة، واقنعته بالموضوع، بيطلع لك عمولة كام؟ بيطلع لك من 10 ل 27.5% من الكاش باك الاساسي بتاع كل شخص. خلينا نقول 10%، 10% من ال 150 15 في 10,000 ادي $150,000 في السنة، وانت ما تعرفش حد في الشركة دي اصلا، ولا تعرف بيشتغلوا في ايه. انت تعرف بس في واحد اسمه محمود هو صاحب شركة الدار البيضاء، شرحت له الموضوع عجبه، انت دخل كل واحد بيتسوق بيرجع له كاش باك، انت بيرجع لك نسبة. لما يرجع لك $150,000 في السنة من شركة وانت قاعد في بيتك معزز مكرم، انت تعبت واشتغلت عليها وكل حاجة، وده الدخل المتجدد التلقائي، ده خطة التقاعد بتاعتك. تخيل بقى احنا بنتكلم على 10,000، نادي رياضي في 1,000,000 شخص، بنك في 3-4 مليون، كل ما كبرت قاعدة البيانات اللي عندك والأسماء اللي عندك، كل ما كان الربح بتاعك أكبر وأكبر وأكبر بإذن الله. ده كده باختصار أستاذ أحمد موضوع البي بي اي. ده باختصار أستاذ عبد اللطيف، أنا آسف، ده باختصار موضوع البي بي اي. الكورسات اللي موجودة جوه بقى وحاجات كتيرة دي، لما حضرتك بإذن الله بتنضم البي بي اي بيبقى فيه تدريبات بتخش تحضرها وبتاخدها بإذنك. انا هعمل لكم ان شاء الله مرة لما هعمل لكم برزنتيشن جاية، البرزنتيشن هسجلها وهقول لكم البي بي اي بتاعتها. حاضر، من عناية الاثنين، من عناية الاثنين، تحت امركم. نشوف بقية الأسئلة. معلش، في حد لسه معايا؟ أنتوا لسه موجودين. بصوا، عشان أنا طولت عليكم، والله أنا حاسس إن أنتوا خلاص فيصتوا مني خالص، أنا آسف، بس هنخلص بس الأسئلة ونقفل. أخت نعيمة بتسأل، ألف شكر لله أخت نعيمة، ربنا يبارك فيك يا ربي أخت نعيمة. ان اكيد ان الكل يحب يوفر ويربح فلوس، لكن مادام ما في اي بي كيف اتصرف؟ اوكي، الف شكر استاذ محمد. الاكيد ان الكل يحب يربح ويوفر، مادام عندنا ما في في اي بي، لا ليه ما فيش في اي بي عندك في تونس اخت نعيمه؟ انت ليه ممنوع؟ مش لا يعني ما فيش حاجه اسمها ممنوع، هي دوبلي عامله البطاقه للفي اي بي، انت مهمتك انك تبيع البطايق بتاعتك للناس. ايه المشكله ان هي ان الناس تخش عندكم في تونس كفي اي بي ويبقى عنده بطاقه؟ البطاقه هتجيله من امريكا على عنوانه، وباي انا ما اعرفش بقى هتحوله ازاي عليها في تونس، فخلينا لما تنزل البطاقة هنعرف،
لان اكيد هيكون كل بلد ليها فيها حاجات معينه هنعرف نعرفها ازاي، لكن البطاقه دي والكارت والعضويات الفي اي بي لكل الناس. الباي بال عندكم مش شغال، يبقى اوكي الفي اي بي هينفعنا في الحل ده، ان عشان الباي بال مش شغال العضويه الفي اي بي هي اللي هتنفعنا كتير. فخلينا ما نسبقش الاحداث، تنزل الكارت ونطلبه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعد كده نقرر احنا هنعمل ايه. لكن كل الناس لازم ندخل كل تونس في اي بي. اخت نعيم تمام، احنا الباي بال مش موجوده في تونس زي ما هي الباي بال مش موجوده في مصر، ناس معينه بس اللي بتفتح باي بال في مصر. لكن دوبلي اكاديمي وكارت الدوبلي بتاع قبل كده كان شغال في مصر وزي الفل. الباي بال بالنسبه للشركاء فقط، الكارت بتاعنا هيبقى للمتسوقين. انا هجاوبك مدام حكمه، انا شايف سؤالك والله. حضرتك بتسالي لو انت دلوقتي عايزه عضو تيم ممبر وعايزه تحولي بي بي اي تعملي ايه؟ ما دام انت تيم ممبر هتدفعي الفرق، هتخشي على الموقع بتاع دوبلي تمام. انت تيم، انت بي بي، انت تيم ممبر دفعت 600 تقريبا، بتدفعي الفرق حوالي 1900. بتخشي، بصي هتخشي على الموقع، بصي يا ستي الموقع بتاع دوبلي نتورك، خش على الموقع بتاع نهاد هقول لك بس تلاقيها فين. يعني تخش على بايا برودكت، هتلاقيها موجوده هنا ابجريد تو في اي بي. استنوا خليني اوريكي هتكون موجوده فين، ثانيه واحده اجرب كده. بص مدام حكمه، باي برودكت او ابجريد فروم تيم ممبر تو بي بي اي باكج، بتدفع الفرق على حسب الباكج اللي انت داخله بيها، تيم ممبر او اس تي ام او ايا كان، بتدفع الفرق ما بين التيم ممبر وال في اي بي، وينزل لك فرق العضويات وينزل لك كل حاجه. تمام كده مدام حكمت، بتخشي تدفعي عادي، تعملي الاوردر بتعلمي عليه ابجريد، بيبان لك اللي انت عايزه تدفعيه اوردر ناو، وتخشي تعملي وتدفعي وتعملي كل حاجه بالكارت بالكوميشن ايا كان. في اي سؤال تاني؟ اي استفسار؟ شكر الله مدام حكمت، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. في اي سؤال وقع مني يا جماعه؟ اي حد سال سؤال انا ما جاوبتوش عليه؟ انا اسف والله لو انا ما في سؤال وقع مني. فبعد اذنكم لو في حد سؤال ما تجاوبش عليه ابعته لي دلوقتي. سؤال السوبر ماركت، ثانيه واحده، السوبر ماركت. سوبر ماركت، شفت انا السؤال سوبر ماركت، ثانية واحدة اهو ده. ان السوبر ماركت ازاي يخش يعني؟ سبينس سوبر ماركت او بنك. تمام، سوبر ماركت يا هدى، عايزه تدخليه هيخش كميرشنت ولا كبي بي اي كبارتنر؟ كميرشنت السوبر ماركت كل اللي هيعمله هيخش
هيتواصل السوبر ماركت مع دوبلي، يعرف طريقه انه هيخش كميرشن زي طيران الاتحاد الامارات، هم ليهم شروط. وانا سالت، بعت للكاستمر سبورت قلت لهم لو انا عندي محل عايزه يخش في دوبلي، قالوا لي خلي صاحب المحل يتواصل معانا واحنا هنقول له على الشروط. هم ليهم شروط في دوبلي عشان الموقع يخش معاه. بس هو كل اللي بيستفيد بيه دعايه، ان هو بيدفع كاش باك وان الناس هتشوفه على الموقع. الاحسن بقى انه ينضم لبرنامج البي اس بي ريورز، يبقى عنده الموقع بتاع دوبلي ده بالكامل تحت اسمه، ويدخل السوبر ماركت بتاعه كمان تحت موقع دوبلي الاثنين. يبقى اشترى الموقع سبينس كاش باك، سبينس شوبينج مول باللوجو بتاع سبينس، وكمان مدخل سبينس جوه. يبقى الناس لما بتشتري من سبينس هو بيستفيد، الناس لما بتشتري من طيران الاتحاد الامارات الحاجات دي كلها هو بيستفيد. ممكن بقى ده هو سوبر ماركت، والناس وهي داخله كده يلاقوا بانر كبير موجود في المدخل، كونجراتوليشن اوبن ناو سبينس شوبينج مول، شويه بقى محلات من اللي موجوده هنا، ويعمل دعايه في كل حته، شاشات بتعرض في المحل جوه، يعمل دعايه، يعمل ماركتنج، برشورات، كل واحد بيجي يحاسب بياخد برشور موجود فيه ازاي طريقه الدخول على الموقع بتاع سبينس، شجل وخد كاش باك، كل الحاجات دي. فهي اسلم استفاده واحسن استفاده انه يشتري الشوبينج مول، يبقى عنده شوبينج مول وبيستفيد من كل حاجه. هو حابب بس كيخش كميرشن، سهله جدا، يتواصل مع دوبلي ودوبلي هيقولوا له الطريقه ايه. وضحت كده هدى؟ شكرا لله يا ست، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. اي سؤال يا جماعه؟ نورتيني يا منى، ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب، وان شاء الله نشوفك في اسكندريه باذن الله. ان شاء الله نزولك ان شاء الله اذا كان في نصيب، وهننزل في الصيف نشوف كل الفرق الرائعه اللي بتشتغل في اسكندريه دي باذن الله. انا اتشرفت بيكم جدا ونورتوني كلكم والله باذن الله، ما تتخيلوش مدى السعاده قد ايه يعني. ربنا يخليكم يبارك فيكم يا رب. طيب احنا كده نقدر نختم الويبنار. معلش لو طولت عليكم، بس اتمنى ان انتوا تكونوا النهارده استفدتوا، وانا استفدت كتير من المناقشات دي، واتمنى ان احنا الحمد لله نكون ربنا يكرمنا ونستفيد كلنا، لان احنا ربنا ان شاء الله مجمعنا دايما على الخير، وعايزين الخير لينا، وعايزين الخير لاسرنا ولفرقنا، وعايزين الناس كلها تعمل اللي هي عايزاه، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. تمام. والله هي المحاضره دي مش مسجله، تمام، وحتى لو مسجله ما كانتش هتترفع 4 ساعات كامله. انا ممكن خليني اشوف، لو لقيت طريقه ان انا ارفعها هرفعها، تمام، لو لقيت طريقه ان انا اكون ارفعها هرفعها، وهبعت لكم طبعا ان شاء الله. بس دي 4 ساعات يعني، انا حتى ما كنتش فاتح التسجيل، بس هشوف، ربنا يكرم ان شاء الله. المره الجايه هاتوا بقى كل الناس سجلها انتم. حاضر، ربنا يكرم باذن الله، ربنا يكرمكم ان شاء الله. والله لو لقيت طريقه ان انا ارفعها وابعت لكم طبعا، هتلاقوها على القناه ان شاء الله. اذا اترفعت هتلاقوها خلال اليومين ثلاثه اللي جايين باذن الله. تمام. متشكر جدا 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 لوجودكم معايا، ومتشكر لحضوركم معايا، وربنا يكرمكم ويبارك فيكم، واشوفكم دايما دايما في اعلى المراتب واعلى الرتب، ومتعلقين دايما دايما مع دوبلي. وكان معاكم اخوكم محمد كمال من دولة الامارات العربية المتحدة، وبنار 4 ساعات. الف شكر لحضوركم، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.